الوقت نحن نرحب بضيفتنا لليوم، جايتنا مخصوص من الإمارات، الفنانة بلقيس. أهلا وسهلا فيك بلقيس. هاي سلطان. هاي بلقيس. هاي كيكرز. هاي كيكرز. كيف حالك يا بلقيس؟ كويس الحمد لله. منورة جدة. النور نورك. أول مرة جدة ولا قد جيتي قبل كذا جدة؟ جدة أول زيارة لي. أول زيارة. بس المملكة لا، مو أول مرة. أول مدينة زرتيها في السعودية إيش؟ الرياض. مين أحسن، الرياض ولا جدة؟ لا هذه طعم وهذه طعم، الاثنين حلوين. أحسن السعودية ولا الإمارات؟ زي الصغار. هيخد. مين تحبي أكثر، بابا ولا ماما؟ بلقيس منورتنا اليوم في ألف ألف أف أم. إيش رأيك في المكتب حقنا؟ حلو؟ حلو مرة. حابة تشتغلين معانا؟ ما عندي مانع. قدمي أوراقك لإتشارت، قابلتيهم، قدمي أوراقك إن شاء الله الفترة الجاية ممكن تكوني انتي. صوتي ينفع أكون مذيعة؟ والله الجمهور اللي يحكم، أنا عني شخصيا يعني نشوف كيف نهاية الحلقة ممكن نحدد. بلقيس راح تكون ضيفتنا، أكيد في كثير حابين يتكلمون معاك يا بلقيس وحابين يتصلون علينا، يقدرون يشاركون على 02-61-61-100 من الرياض 01-217-85-85. أما الرسائل النصية STC 84-7700، موبايلي 640-660، وزين 7462-62. بلقيس ايش اول شيء لاحظتي انت دوبك جاي من المطار؟ ايش الشيء الوحيد اللي لاحظتيه في جده؟ وحيد في اشياء كثيره لاحظت. ايش لاحظتي يعني من نظره من المطار لهنا؟ والله انا سمعت انه جده كثير زحمه، بس الطريق من المطار لهنا مكان كان هادئ يعني. كويس، انت محظوظة. أجل الجو جمالا، حتى المطار ما كان زحمة ترى. حتى المطار ما كان زحمة؟ لا. حلو، في أحد صور معك في المطار؟ لا بسرعة مشيت. بسرعة مشيتي. كم صورة تصورتيها في المحطة عندنا؟ 1500 صورة تقريبا. حلو بلقيس، جاهزة جاهزين للألبومك؟ عندنا أخبار كثيرة صراحة ومعلومات كثير نبغى نتكلم عنها. أول شيء نبغى نتكلم عليه فيديو كليب رد قلبي. آخر الأشياء اللي جالسة تتجهز وجالسة تتسوى، الأغنية راح نسمعها بعد شوي، بس قولي لنا أكثر عن فيديو كليب رد قلبي اللي راح ينبث خلال دي الأيام على التلفزيون. الكليب جاهز، أمس كان آخر مرة شيكت عليه مع المخرج ياسر الياسر يعطيه العافية. وحيعرض على كل القنوات الغنائية دون احتكار، يعني على روتانا وناسا واواوا. حيكون جاهز بكرة إن شاء الله، حيتسلم للقنوات يعني ممكن بعد بكرة نشوفه على القنوات معروض. الفكرة جات إنه الأغنية حضرمية طبعًا، نحن نقول في حضرموت المنيرة. الأغنية وكلامها ولحنها حضرمي طبعًا، وأنا حبيت أسوي شيء يعني يعود لأصولي اليمنية طبعًا، الناس كلها عارفة الشيء هذا، ومهم جدًا كمان كنت أقدم شيء خص جذوري. والأغنية نزلتها في عيد الفطر السابق، بس طبعًا عشان تلاقي رواج أكثر وتنتشر أكثر لابد إنه تتصور وتنعرض في كل القنوات الغنائية، وهذا اللي حصل معي يعني. حلو، جميل جدًا. خلينا نبدأ حلقتنا اليوم مع أغنيتك رد قلبي، وراجعي لكم بعد شوي، خلوكم معانا بعد شوي رح نقول لكم أذان صلاة العشاء من الحرم المكي الشريف، ورح نرجع لكم بعد 10 دقائق تقريبا. معكم من جديد على الهواء من استوديوهات ألف ألف أف أم في جدة، وبرنامجكم استوديو السلاطين، معي سلطان عبد المحسن وضيفتنا اليوم الفنانة بلقيس. أهلا وسهلا فيك بلقيس من جديد. أهلا سلطان. خلال البريك تم استغلالك أكبر استغلال صح؟ أنا مبسوطة، في كيك وآيس كريم في الموضوع. يعني جالسة عايشة جوها بلقيس على على الحلا. بلقيس أكيد كثير حابين يكلمونها، تقدرون تتصلون علينا على طول على 02-61-61-100 ومن الرياض على 01-217-85-85، واللي حابين يشاركون عبر الرسائل النصية STC 84-7700، موبايل 640-660، وزين 7462-62. وعلى فكرة شاشة الرسائل النصية موجودة قدام بلقيس، فبلقيس ممكن يعني كل ما قدرت شوية تركز معاكم راح على قد ما تقدر راح تقرأ شوي من الرسائل، حتى أنا الله يخليك ممكن تساعدها بس لأنها حايصة في موضوع الرسائل. هذا أول، هذه أول إيش الخطوات أنك أنت ممكن تصيري مذيعة معانا في يوم من الأيام، هذه أول الخطوات الاختبارات أنك أنت تقدري تقرأي رسائل كذا بسلاسة. بلقيس إيش أكثر أغنية معلقة معاكي هذه اليومين؟ تغنيها كثير وتدندني عليها، وأكثر أغاني خلينا نقول لا مو أغنية واحدة. هو أنا أدندن على الأغاني القديمة مو الجديدة، يعني مثلا أنا صار لي كم يوم معلقة على أغنية عبد المجيد عطني وعد. مرة رايقة. يعني إيش الجو البريدة؟ مدري سبحان الله، بس مرة معلقة معاي الأغنية. ومن الجديد ما في شيء معلق معاكي؟ من الجديد يا محفوظ السلامة ما في إلا أسمع ألبومي هذه الأيام. ألبومك؟ يعني في السيارة. هل نسمي هذا يعني غرور ولا لا لا مراجعة النفس. مراجعة محاسبة النفس. طيب خلنا نبدأ ناخذ الاتصالات
جماعة نبغى اختصار في الاتصالات قد ما نقدر لأن في 1000 اتصال. أوكي يلا أول اتصال معنا. ألو مين معنا ومن وين؟ حلو المقلب. يلا اتصال ثاني. مين معنا ومن وين؟ هلو مين معنا ومن وين؟ يا هلا والله معك فريدة ومن أظهر بهية. هلا فيك يا فريدة تفضلي. معك بلقيس. يا هلا بلقيس. هاي فريدة كيفك؟ الله يسلمك إيش أخبارك؟ الحمد لله مرة كويسة حبيبتي. دعمكم حولي. الله يسلمك. ألو أمك كويسة ماما كيفك أنت؟ نستقبلك خير نريدك يا هاتف تنورينا حبيبتي أعمالك أكثر من روعة. الله يسلمك شكرا يا فريدة. يلا ناخذ اتصال بعد على السريع. مين معانا ومن وين؟ أيوه مين معانا ومن وين؟ يا هلا وياك ديالة المالكي من تبوك. هلا فيك يا ديالة تفضلي. حابة تسألين سؤال البقيس على السريع؟ لا حابة أسلم عليها بس. شكرا يا ديالة شكرا. ألو هاد ديالة مرة غلطت في اسمها قلت بيالة. عارف البيالة؟ أعرفها طبعا. طيب يلا اتصال. ألو ألو شلونك سلطان؟ هلا مين معانا ومن وين؟ أنا حق الطيارة حق فرنسا. أهلا وسهلا فيك. اليوم اتصل إليهم وتحفظ اسمي. يا أهلا وسهلا نسيت اسمك والله. مين؟ أما كذا شهد. شهد أهلا وسهلا فيك يا شهد. كيف حالك سلطان؟ بخير الحمد لله. تفضل اسألي بلقيس أي سؤال. أول شيء شلونك بالجيش؟ أهلا وسهلا فيك. أهلين أخبارك؟ الله يسلمك طيبة دامكم طيبين. الله منورة جدا. حبيبتي النور نوركم. تسلمي لي حبيبتي. وش كنت حابة يعني تغني لي أغنية تغير حتى من الهواء؟ حاضر. ماشي شكرا لك. يلا اتصال جديد بعد. ألو ألو هلا فيك. مين معانا من وين؟ ريناد العيسى من جدة. ريناد العيسى من جدة. أهلين ريناد حبيبتي هذه واحدة من الفانز حقوني بتويتر صح؟ لا تكون واحدة ثانية ما في غير إلا هي ريناد العيسى ما غيرها. أهلا وسهلا فيك يا ريناد. حابة تسألين بلقيس أي سؤال؟ لا ما بسألها بقول لها كلام يعني كذا. قولي قولي قولي. بلقيس أقول لك منورة جدا حبيبتي نور نورك. و أقول لك ألف مبروك على مقدما على نزول الألبوم الأول. تسلمي ماما شكرا لك. صراحة فرحانة مرة عشانك جيتي جدة بصراحة حبيبتي مرة. الله يخليك يا رب. أنا حاسة كمان بفرحة كده كبيرة أنه أنا جيت جدة بين حبايبي. ما بغيت تجيني شكلك ليه يا ماما؟ يعني طولتي لما جيتي. اي لا معليش ظروف احكام. شكرا يا رينات. يلا اتصال بعد. الو نفسي هنا. الو يا الو الو راح الخط. الو يا هلا مين معانا ومن وين؟ معك امل من المدينه. هلا فيك يا امل تفضلي سؤالك على السريع البلقيس اللي عندنا فاصل. طيب منوره حبيبتي. منوره جدا خليك. وانا صراحه من اشد المعجبين بصوتها من راح بصوتها نحبي لك صغار حتى من الهواء. حاضر هذا ثاني مرة طبعا. شكرا لك يعطيك العافية. بلقيس جلسة جاهزين ألبومك الأول من إنتاجك الألبوم كم أغنية راح تكون في الألبوم؟ 13 أغنية. أيوة. في شيء أوريدي سمعناه بينزل في الألبوم؟ لا كلهم 13 أغنية جديدة. رد قلبي ما راح تكون في الألبوم؟ لا رد قلبي ما راح تكون في الألبوم. حلو احكي لنا عن الألبوم شوي. تبدأ من متى بدأ التحضير؟ صار لي سنة ونص شغالة. ليش نزلتي ألبوم أصلاً وكل الناس الآن ما بتنزل ألبوم ما جالسة تنزل أغاني فردية؟ لأن أقول لك الألبوم في ذي الفترة ما ينجح أبداً. ممكن الميني ألبوم هو اللي يعني لو أحد بيسوي ألبوم حتى الفنانين الكبار صاروا يسوون ميني ألبوم ما حد يسوي ألبوم. إيش اللي خلاك تتجرأ أنت تسوين ذي الخطوة؟ والله الخبراء اللي في السوق يعني ما في كل الناس اللي خبيرة في مجال الموسيقى قالوا لي إنه بلقيس لازم صار وقت نزلي ألبوم خصوصاً بعد النجاح اللي شافوا أو شاهدته أنا بأغنية يا هوى مؤخرا. قالوا لي بلقيس علشان تنتقلي من مرحلة B لمرحلة A في الوسط لازم تعملي لنفسك أرشيف فني. الأرشيف الفني ما يتحقق من خلال أغاني سينجل يتحقق من خلال ألبوم كامل يعني ممكن تستعرضي فيه قدراتك والناس تعرفك أكثر تعرف شخصيتك الفنية أكثر من خلاله. فهو ده اللي حصل يعني صار لي سنة ونص بشتغل على الألبوم 13 أغنية يعني منوعة ما بين أجيال مختلفة حتى في ناس من جيلي وفي ناس من جيل اللي قبل وحتى على مستوى الكلام يعني غيرت حتى إذا كان مثلا في إيقاع زي ما تقول إيقاع خبيتي مثلا عملنا 3-4 عملنا 4-4 عملنا أشياء كثير مختلفة ما في أغنية فيهم تشبه الثانية وكذا. فإن شاء الله الله يكتب لي فيه الخير يعني أتوزع لي يا شركة روتانا. حلو جميل جدا. يعني طب ليه ما سويت ليه ما جاتك فكرة الميني ألبوم إنه ألبوم يكون فيه عدد أقل 4-5 أغاني إنتاجيا أفضل واسم ألبوم يعني كبير كثير من يعني كبار الفنانين صاروا يسوون الخطوة دي. بالضبط أنت قلت إيش كبار الفنانين وكبار الفنانين واصل لمرحلة إنه عنده جمهور كبير جدا واثق بأي شيء هو حينزله. من لما تيجي تنزل 4 ميني ألبوم
أقل شيء ضامن إنه 2 أو 3 منهم حينجحوا. بالنسبة لي أنا خط الفني لازال غير واضح، أنا لسه فنانة، لسه أعتبر مبتدئة جديدة في الوسط، فأنا أبحث عن نفسي من خلال ألبوم فيه 13 أغنية، حشوف إيش فيهم اللي ممكن يعلق مع الناس. فهذه تجربة بالنسبة لي جديدة، ولازم أنا أختبر فيه نفسي قبل ما أختبر يعني الأغاني حتكون ناجحة ولا لا، أختبر فيه نفسي أنا كبلقيس إيش اللي حيمشي معايا أكتر. حلو، رح نتكلم عن الألبوم بالتفصيل، رح بلقيس تخصنا بأشياء كمان خاصة من الألبوم. يا جماعة اليوم الحلقة مولع نار، بس اللي حاب يشاركنا يقدر يشاركنا على الاس تي سي 84770 موبايلي 640 660، وزين 7462 62. بناخذ اتصال بعد على 02 61 61 100، ومن الرياض على 01 217 85 85. الو الو، مين معانا ومن وين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم منى من نجران. منى على السريع سؤالك البلقيس. كيف حالك بلقيس؟ اهلا وسهلا حبيبتي. اهلين. بس حبيت اسال، انت تشجعي اي يعني برشلونه او ريال مدريد، وكم عمرك؟ اوكي منى، طب انت كم عمرك يا منى؟ عمري 19. ايوه صغري نفسك يا منى، ما حد حيعرف طبعا. والله والله. ممكن ترسلي لنا صوره بطاقه العائله عشان نتاكد. ايوه عادي اكيد. طيب شكرا يا منى. صعب صعب تسألين واحدة كم عمرها يا منى. لا الجيل الجديد صار اعتقد ما عنده مخاوف. ها الا تكسبونا اثم الحين انها تكذب تقول كم عمرها تصغر نفسها. عادي عادي. طيب تحياتنا لك يا منى، شكرا. كم عمرك يا بلقيس؟ كم تعطيني يا سلطان شكليا يعني الان كذا قدام؟ 65. لا يا رجل صغرتني كثير. لا والله ما انا ابدا زيرو في التسنين. العمر الحقيقي. أول شيء شكراً يا منى، شكراً مرة. يا جماعة أنا في منتصف العشرين. منتصف العشرين. لا تحدد يا أحسن، خليها عايمة. طيب خلاص أحسن. يلا منتصف العشرين. بعدين يصير عمرك 40 تقولي ليتني ما قلت عمري. لا لا بالعكس، في ناس عمرهم 40 في الوسط ومليئات بالنظارة والحيوية، يعني ماله شغل. لا يعني والله تحية كبيرة لسهى النجار مذيعة نشرات الأخبار عندنا من جد، لأنها مو بس خبيرة تقديم أخبار، يعني خبيرة في توزيع الكيك. مهما كانت الكيكة صغيرة عندنا نتأكد 1000000% بأن سهى راح تقدر تقطع الكيكة سلطان بطريقة. الكيكة ولا الكيكة؟ لسه مطولين ساعة وربع. ها الله يعين. لا يعني الكيكة كيف ولا الكيكة؟ كيف بنستحمل الساعة وربع؟ أفضل ما أرد. طيب بلقيس مكملين معاك الحديث، خلنا نأخذ اتصال بعد، بعدين راح نروح نسمع أغنية. ألو. هلو. ألو. 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 معلش بس تخفف صوت الصوت اللي عندك حق الإذاعة علشان نعرف نسمع كويس. سلطان أنفع مذيع ولا لا؟ أخلص بصراحة. مين معانا؟ جالس يسمعنا من الراديو، يسمعونا من سماعة التليفون، البث أيوة متأخر. بالضبط. ألو. السلام. السلام. أهلا وعليكم السلام. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. مين معانا؟ معك ميمة الدوسري. أهلا وسهلا. نورت السعودية حبيبتي. المملكة منورة بأهلها يا ماما. كيفك؟ بس عندي طلب، ممكن يعني ان شاء الله تغنينها؟ ابي اغنيه اصاله اسلي نفسي. حاضر. منوره. ليش مكتئبه؟ طيب. لا والله بس عشان انا في الرياض وعندنا مطر كذا شوي خايفه. يا سلام. يعني يلا موفقين ان شاء الله. مطار خير يا رب. شكرا لك، يعطيك العافيه. الو اتصال جديد. الو مين معانا ومن وين؟ عليكم السلام. هلا فيك حسام الدمام. هلا يا حسام، تفضل. حاب تسأل بلقيس أي سؤال؟ حبيت أشكرها بس أول شيء أكلمها. هلا وسهلا. أهلين كيف حالك؟ الله يسلمك. طيب أدامك طيب. أول شيء حبيت أسلم عليك، وأنا من فازك طبعا، أنك ما تعرفين كاسم حسام، فحبيت أسلم عليك وأقول لك شكرا لأن تعاملك مع الفان بشكل حلو وخلاص أنا أوقف كذا. تسلم. الله يسلمك، هذا واجب أصلا. بشكرك. شكرا يا حسام، يعطيك العافيه. بدنا ناكل كيك مع بلقيس. الو. الو يا هلا، مين معانا من وين؟ السلام عليكم. هلا فيك، مين معانا من وين؟ معك بدر من جده حبيبي. هلا يا بدر، تفضل. حاب تسال بلقيس اي سؤال؟ يا ليت والله. تفضل سم يا بدر. شكرا حبيبي. سم الله عدوك. اختي بلقيس كنت بسال سؤال، أين كنتي بعد نايف أين كنتي قبل نايف الهزازي، وأين صرتي بعد نايف الهزازي؟ أوكي شكرا لك. في دبي مستقرة برضو. كنت في دبي لازم. وقت فسخ الخطوبة بالتحديد فين كنتي يعني؟ فين كنت؟ طيب بلقيس بنرجع نتكلم عن موضوع نايف الهزازي بالتفصيل، خلوكم معانا بعد شوي.
اكيد نوجه له اكبر تحيه كابتن نايف هزازي. نسمع البلقيس احساس وراجعين لكم على طول. معكم من جديد في استوديو السلاطين على الف الف اف ام، معي سلطان عبد المحسن وضيفتنا لليوم الفنانه بلقيس. اهلا وسهلا فيك بلقيس من جديد. اهلا اهلا بلقيس. خلينا نتكلم عن البومك الجاي، اسم الالبوم يخوف، اسمه مجنون. مجنون بلقيس. مجنون بلقيس، من هو مجنون بلقيس؟ زي المجلة، زي الجرايد والكذا. الفانز. من الذي يعتبر مجنون بلقيس؟ الفانز. فانز. ايوه. في اغنيه اسمها مجنون. ايوه اسمها مجنون. سمعتها سلطان؟ لا تسوي فيها ما سمعت. اسوي مجنون. ايش رايك فيها؟ اسوي مجنون. حلوه الاغنيه مره. احكي لنا اكثر عن الالبوم، ابداي كذا امسكيهم واحده واحده. اول شيء حكايه مجنون هذه، ليش اخترتي الاسم ذا الغريب للالبوم؟ عجبني الاسم. عجبني الاسم. طبعا الاغنيه كلمات والحان عبد الله السالم. عبد الله السالم له اعمال حلوه جدا في المملكه وخارجها، زي وسع صدرك و اخيرا طت في بالي. حلو. هو محمد العامر يغنون دائما. ايوه هم ثنائي متميز جدا. عبد الله كفرد مره كويس، يعني على مود كلمات والحان وكذا، يعني مره تحسه موهوب ما شاء الله، وعنده طاقات ابداعيه جباره. فهو سمعني، دري انه انا بحضر البوم من فتره كذا وسمعني، فلما سمعت اللحن رأيت انه حسام كامل الموزع هو نفس اللي وزع لي اغنيه يا هوا ينفع للاغنيه، وفعلا وزعها وسمعني الديمو عجبتني كثير، ورحت بعد كده برضو ركبت صوت في استوديوهات حسام وطلعت الاغنيه بالشكل اللي انت سمعته، يعني وان شاء الله الناس حتسمعه وحتحبه. حلو. رح نرجع كمان نكمل كلامنا عن باقي الالبوم، والكل اللي حابين يشاركوني يتصلون على 02-61-61-100 من الرياض 01-217-85-85. الو، مين معانا ومن وين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، ارفعي لنا صوتك لو سمحتي. مين معانا ومن وين؟ معاكم بلقيس من المدينة. بلقيس كمان؟ الله سمية. الله 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 الله. بلقيستين في الراس، ايش توجع بلقيس؟ حابة تكلمين بلقيس؟ اي اكيد. الحين تقول لك ليش اسمك بلقيس؟ هلا يعني هلا خلصت الاسامي تسمي نفسك بلقيس؟ لونك؟ الحمد لله طيبة، كيفك انتي؟ حبيبتي انا كويسة. احنا من اشد المعجبين بصوتك يا بلقيس. يا حبي لك، حبي لك، تسلم. ان شاء الله رب تستمرين وخليكي في القمة دائما. حبيبتي أنا بكم أستمر الحقيقة، وكلامكم الطيب هذا وتشجيعكم أنا أستمر. شكرا يا بلقيس. Thank you بلقيس. ناخذ اتصال جديد إن شاء الله ما تكون اسمها بلقيس بعد. ألو. ألو. هلا فيك، مين معانا من وين؟ الشريف الزايدي من الطائف. الشريف؟ شريف؟ سيف. 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 أهلا وسهلا فيك يا سيف. سيف حاب تسأل بلقيس أي سؤال؟ تفضل. بس حاب امسي عليها بالخير ومبروك ان شاء الله على البومها الجديد وعلى الاغنيه اللي بتنزلها. شكرا لك. شكرا يا سيف. يلا اتصال بعد. الو. 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 هلا فيك، مين معانا من وين؟ حمد الشاعري من جده. حمد الشاعري، هلا فيك يا حمد. محمد. محمد. محمد هلا فيك محمد، حاب تتكلم مع بلقيس؟ ايوه تفضل. اهلا محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايش اخر شيء اللي صار بينك وبين نايف؟ هل هو انتهى ولا انه راجع ان شاء الله؟ شكرا يا محمد. شكرا. يعطيك العافيه. ناخذ اتصال بعد. يلا. الو. انت كلم بلقيس على الهواء. انت مين معانا بس؟ بلقيس. ابتسام. 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 ليه جالسه تجرين ابتسام؟ ابتسام. يلا بلقيس معاك على الهواء. الو بلقيس. هلا ابتسام. هلا حبيبتي بلقيس، انا كثير احبك حبيبتي، وانا احبك اكثر، وانا من كثر ما عجبيني. حبي لك حبيبتي. بلقيس سمي. يمكن يمكن تغني لي غنيه؟ انا مره كثير احب صوتك. امري امري ابشري. بلقيس يمكن ابغى اهنيك انك انت من اهل وطني اليمنية. كل شرف. ابغى اغني لك. يمكن اغني لك؟ غني لي. اغني معاك. انت عدنيه؟ لا ماني عدنية. بغنيكي بغنيكي بغنيكي. يلا سمعينا شي ابتسام. يلا يمكن تغنون دويتو في يوم من الأيام انتي وبلقيس. يلا يلا. الهوى صنع العظيمة نذكر الأجداد، أهلها أهل العظيمة صانع الأمجاد. لا 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 تسألني أشقها أشقي يا بلقيس. حبيبي حياتنا لك. شكرا ابتسام، ذكرتني ابتسام بحفلات التخرج حقت المدرسه. الو السلام عليكم ورحمه الله. يا هلا فيك، مين معانا من وين؟ احمد الغامدي من الطائف. هلا يا احمد، حاب تسال بلقيس اي سؤال؟ اول شيء اهنيك على ضيافتك يا بلقيس. شكرا لك. ثاني حاجه عندي سؤالين. اول سؤال استاذ بلقيس،
ممكن أعرف ليش ما تتعاملي إلا مع كتاب مشهورين؟ السؤال الثاني، حاضر. هل في أمل إنه أنا ممكن أصير أحد الكتاب اللي أنت ممكن تغني لهم؟ طيب شكرا يا أحمد، يعطيك العافية. إجابة سريعة بس، السلطان حضر معايا شوية من يعني تسجيلات للأغاني الألبوم، هو عارف إنه أكثر تعاملات في هذا الألبوم مع أسماء شابة يمكن لسه ما أخذت حقها، عارف، بس أنا اهتميت بجودة الكلمة واللحن أكثر من الأسماء. في أسماء كثيرة ناس تقول لي ما إحنا ما نعرفهم، قلت لهم عادي نعطيهم فرصة لأنهم شباب، صارت ثورات في الوطن العربي، حان وقت ثورة موسيقية جديدة في منطقة الخليج. حلو، يعطيك العافية بلقيس. يلا اتصال بعد، مين معانا ومن وين؟ السلام عليكم. هلا وعليكم السلام، مين معانا ومن وين؟ عبد الله من جدة. هلا فيك يا عبد الله، حاب تسأل بلقيس أي سؤال؟ إيه. هلا فيك، تفضل. بلقيس. سم آمر. هلا. كيف حالك؟ الله يسلمك، الحمد لله. مبروك الألبوم جديد. الله يبارك في حياتك يا رب. ومبروك مقدما على أي ألبوم جديد إن شاء الله. الله يسلمك يا رب يا عبد الله. شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية. ألو، اتصال جديد، مين معانا ومن وين؟ ابتهال نصايف. هلا فيك يا ابتهال، حابة تسألين بلقيس أي سؤال؟ عفوا، حابة تسألين بلقيس أي سؤال؟ آسفين يا ابتهال، عصبت ابتهال علينا. يلا ألو. عليكم. عليكم السلام، مين معانا؟ كيف حالك؟ عادل حبيبنا، كيفك يا عادل؟ الله يحييك حبيبي. إيش أخبارك؟ والله عادل هذا صديق البرنامج والوفي بلقيس. أهلا وسهلا. أي شيء يسأله يطلبه لازم يتلبى على طول. حاضرين حاضرين. كيف حالك يا بلقيس؟ أهلا وسهلا فيك يا عادل. منورة الاستوديو ومنورة جدة. والله جدة منورة فيكم. الله يسلمك، بس حاب بسألك فنانتنا الكبيرة بلقيس، بس بسألك يعني هل في تعامل مع طبعا الفنان الكبير أبوه كذا؟ فنان أحمد فتحي. أحمد السيد أحمد فتحي. أيوة. الكليب اللي حتشوفوه إن شاء الله في القنوات بدءا من بكرة أو بعده بإذن الله، هذا لحن والدي، أغنية رد قلبي وأغنية حضرمية، وفي عندي أغنية ثانية تعاونت فيها برضو مع بابا بالألبوم اسمها طابت جروحي، هي كلمات شاعرة إماراتية واسمها بدعة وألحان أبويا. العمل مرة يعني كلاسيكي وحلو كذا، وفي شيء جديد هذا حينزل بالألبوم إن شاء الله. يعطيك العافية يا عادل. يلا نأخذ بعد اتصال سريع. ألو، مين معانا ومن وين؟ معكم رحمة من جدة. هلا فيك يا رحمة، تفضلي سؤالك على السريع عشان ندرى فاصل للأخبار. ما عندي سؤال بس حابة أسلم عليكم. أهلا رحمة. أهلا. شكرا يا رحمة، يعطيك العافية. بلقيس عندنا لعبة يا جماعة، خلوها تركز لأن نبغى نسألها ذا الحين، راح نلعبها لعبة كركشنجي. إيش لعبة كركشنجي دي؟ إيش هي؟ أقول لي. أوكي، لعبة بسيطة وسهلة ومرة حلوة، يعني ما تحتاج شيء. تعرفين تعيدين العبارات الصعبة بلقيس؟ لا ما تعرفين. نجرب. إذن هذا التحدي الكبير في حياتك اللي راح تبدأي اليوم من خلال لعبة كركشنجي. وسبع سلاطين اسمي سلطان معه من عند المسك سلطان، تقدر يا مسلطان يا مسك سلطان لنا سبع سلاطين زي مسك سلطان معه من عند المسك سلطان. بلقيس جاهز اللعبة الكركشنجي؟ ترى ما تعرف ان احنا بنلعبها اللعبة دي، يعني مو اتفقنا معاها وحفظناها الكلمة. لا دحين تبغوا تضحكوا يا اختاري رقم من واحد لكم ل12. قول عشرة. عشرة؟ يلا اسمع المقطع، نبغاك تعيدين المقطع 5 مرات. أوكي. ماشي؟ أوكي. يلا. واحد ابو كرش قبل واحد ابو كرش، قال له عندك قرش؟ قال له ما في كرش. ايه يلا. واحد ابو كرش قبل واحد ابو كرش، قال له عندك قرش؟ قال له ما افتكرش. سهله، شايفه سهله من سهله. ايوه من الشهاله يعني. يلا سمعينا. واحد ابو كرش قبل واحد ابو كرش، قال له قرش؟ قال له عندك قرش؟ قال له ما افتكرش. 5 مرات بس، عيديها من جديد كذا ونبغاها بدون لخبطه. 1 2 3 بسرعه. ايوه مفروض. واحد ابو كرش قبل واحد ابو كرش، قال له عندك قرش؟ قال له ما افتكرش. واحد ابو كرش قبل واحد ابو كرش، قال له عندك قرش؟ قال له ما افتكرش. واحد ابو كرش قبل واحد ابو كرش، قال له عندك قرش؟ قال له ما افتكرش. واحد ابو كرش قبل واحد ابو كرش، قال له عندك قرش؟ قال له ما افتكرش. واحد ابو كرش قبل واحد ابو كرش، قال له عندك قرش؟ قال له ما افتكرش. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني عليك يا بلقيس يا عيني، والله جامده جامده. لسه بنلعب معاكي واحدة ثانية يا بلقيس، بعد شوية رح تختارين من 1 ل12، والمستمعين بعد رح يلعبون معانا في الساعة الجاية. وعندنا اليوم بدل الإقامة 3 إقامات في منتجعات لافونتين، اليوم يغيرون يروحون يغيرون جو في هذا الصيف الرائع في جدة الصراحة، يعني رطوبة يعني وصلت لمراحل مرعبة يعني. وبعد شو أحكي لك قصة المكيف اللي تعطل عندنا، بس بعد ما نروح الموجز الأهم الأخبار المحلية راجعي لكم بعد الأخبار.
معكم مستمرين في استوديو السلاطين وساعة جديدة من إذاعة ألف ألف أف أم. معكم سلطان عبد المحسن وضيفتنا لليوم الفنانة بلقيس أحمد فتحي. أهلا وسهلا فيك بلقيس من جديد. أهلا سلطان. بلقيس في سلامات كثيرة جاتك عبر الرسائل النصية، ومن جد نوجه تحية كبيرة لكل اللي جالسين يشاركون عبر رسائل النصية STC 847700 موبايل 640-660 وزين 746262. أما اللي حابين يتصلون عليها على الاستوديو على طول مباشرة يتصلون على 02-61-61-100 أو من الرياض 01-217-85-85. في معجبات لكي أفنان فطيم لولوة وغرشوبة، نوجه لهم أكبر تحية. يسلمون عليك كثير. حييهم. رسلوا تقريبا 775 مسج. كلهم شكرا جزيلا، هذول دائما معايا ويساندوني وأحبهم كثير. أوكي، نأخذ اتصالات ولا نشوف رسائل ولا زي ما تحب. طيب يلا، ماجد عسيري من الدمام تحياتنا لك، نهلا من مكة تسلم عليك كمان. أنا بقرأ بحاول أقرأ يا جماعة أساميكم بس على الأقل على السريع. ريناد برضو العيسى مشاركتنا عبر الاسمس، الشاعر فهد بن خالد آل السعود بعد نوجه له أكبر تحية. وأيضا عبد الرحمن إبراهيم يقول أنا حضرت، أنا كنت أحد الحاضرين في حفلة اليوم الوطني في الإمارات. حفلة كانت مرة مميزة. والحفلة هذه حتى أنت سلطان كنت حاضرها. أيه. تتذكر كان فيها تقريبا 15,000 اللي حاضرين. 15,000 هذولي كانوا حوالين برج خليفة، كان في ناس على النافورة وناس ورا النافورة وناس، يعني احتفال مرة كان كبير. وكويس كويس أنهم كانوا حاضرين، الجو كان جميل جدا أيام. ألو مين معانا من وين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. معك عيوش أنفاس من القيس. أهلا. أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ الله يسلمك سلطان. ما انت ملاحظ؟ شوفي مجنون بلقيس، في انفاس بلقيس، في لبه بلقيس، في كلهم هذولي. انا اهديكم الالبوم يعني حتى اسمه لكم يا بلقيس. سمي. اليمن حكمته قبل زمن وقرون. نعم. ملكه اسمها بلقيس، وحاليا انت تحكم الفن البلقيسي يا حبيبتي. الفن العالمي حبيبتي. الله يسلمك ان شاء الله يا رب. يا رب. انا يونية زيك حبيبتي. كل فخر، كل فخر. والد السعوديه وقريبة من الإذاعة حبيبتي. يلا تعالي خلنا نشوفك. لا ما أقدر. بس أحب أشكرك على الألبومات، على تواصلك مع الفانز كله، مع العالم كله. ما شاء الله عليك إنسانة. الله يسلمك. قبل الفن أنت إنسانة في كل شيء. تسلمي حبيبتي. فنانة في كل شيء. الله يطول لي بعمرك. يعطيك العافية. يعافيك يا رب. طول عليك. شكرا لك، يعطيك العافية. يلا اتصال بعد. ألو مين معانا ومن وين؟ مين معانا ومن وين؟ يا جماعة اسمعونا من سماعة التليفون لأن البث في الراديو متأخر 15 ثانية. ألو السلام عليكم. هلا وعليكم السلام، مين معانا ومن وين؟ فيصل الشمالي من الجبيل من السعودية. هلا يا فيصل، تفضل. حاب تسأل بلقيس أي سؤال؟ أحب أقول لها بصراحة صوتك نادر بصراحة، في يعني في فخامة، يعني صراحة صوت نادر. الله يخليك يا رب. الله يحفظك وإن شاء الله للأمام يا بلقيس. تسلم. الله يسعدك يا. شكرا لك، يعطيك العافية. بلقيس لازم تسمعي لنا شيء قبل الفاصل. طلبوا يا هوا. ها يا هوا. يا هوا بنسمعها مسجلة، أنا أبغى نسمع شيء منك. إيش ودك؟ شيء غير يعني، شيء ما قد سمعناه في ألبوم، شيء من الألبوم الجديد مثلا، مجنون مثلا. عندك ياها سلطان أغنية؟ إيه. مجنون. إيش رأيك نسمعهم إياها جزء؟ مقطع بس. أوكي. الأول مرة. قولي لهم تكلم عن الأغنية بس. حصرياً. حصرياً. الأول مرة. راح نسمعكم أغنية بلقيس مجنون. سمعكم إياها من تليفوني. ماشي. هذه هي. لا مو ذي. سلطان هذه رنة التليفون. لا دقيقة. ولا ذي. مسألة سهلة. هذه. عامل لي ألبوم. لا لا. لا. لا هذه شيء ثاني. طيب. دقيقة. أوكي. هذه لقيناها. اسمعوا مجنون حقت بلقيس، ما قد سمعتوها قبل كذا. شوي الكواليتي اي كلام. ها شايف البشر بتسواهم عندي أنا،
شايف البشر ما مثلك أبد مخضوق بالإحساس وبالذوق خليني معك أروح يعني سمعناكم الأغنية في أحسن من كذا يعني سمعناكم تقريبا الأغنية كاملة لا لا يا أخي خلاص كذا كفاية كذا كفاية يعني كذا بلقيس دلعت جمهور ألف ألف أف أم بأغنية حصرية ما قد نزلت ولا مكان مجنون الأول مرة سمعتوها اي نعم شوي الكواليتي نص نص لك عليه الكواليتي ايوه الكواليتي لك عليه كواليتي تليفون بس ان شاء الله ايش تسمعونها ان شاء الله في الالبوم الاغنيه حلوه ها انا عجبتني يا رب يا رب حلو بلقيس خلينا نرجع نتكلم عن الالبوم لكن متى بعد ايش فاصل بعد الفاصل بس نبي قبل الفاصل نسمع منك شيء بصوتك غير اللي سمعناه الحين مسجل برضه في طلبت مني رشا قبل قبل ما نبتدي قالت في اغنيه لي سينجل أنا نزلتها خاصة كان اسمها حبيب حبي حبيب حبي هذه أغنية إماراتية يل. كتبها المرزم ولحنها أسامة العطار زمان يعني تقريبا فترة والأغنية كانت خاصة هو الشاعر كتبها في زوجته وأنا غنيت في زواجه حلو عرفت فقصة مرة رومانسية أعطيني بس ثواني طب إيش رأيك تسمعينا شيء ثاني بعدين نرجع نسمعها هذه إيش في شيء خاطر في بالك كذا حابة تسمعينا خلاص طلعتها يلا أوكي في لصوت الميوزك عشان نركز يلا هي تقول حبيب حبي يا حبيب المحبين حبك توطن في خفوقي وسادي من شفت نزولك وكملك بالزين عليك أسمي باسم رب العبادي حرت بغواتك مثل حارة بكل عين كود ان وصفك بالنظر هو بعادي النور نورك شع في الشمس تبين تشرق على داري وتنور بلادي فاتك اي برنامج من برامجنا لا تشيل هم تقدر تسمعها في اي وقت على صفحتنا على اليوتيوب youtube.com/alifalifafm alifalifafm على كيف كيف معاكم من جديد في استوديو السلاطين على الف الف اف ام معي سلطان عبد المحسن وضيفتنا لليوم بلقيس احمد فتحي اهلا وسهلا فيك يا بلقيس اهلا سهلا في اتصالات كثيره حابين يشاركونا المستمعين من خلالها على 02-61-61-100 من الرياض 01-217-85-85 رسائل النصيه STC 84-7700 موبايل 640-660 وزين 74-62-62 بحاول اقرا شوي من المنشن حق الف الف اف ام واللي هو شبه مستحيل اني اقراه صراحه من التغريدات الكثيره اسرار تسلم عليك سامر النعيم غالية نوني مين بعد مزهر سالم تحياتنا لك أيضا المخرج المبدع أفلام أفلام مضبوط أفلام أفلام تمر في حياتي اسم الحساب أنا أحس باسمه أفلام تمر يعني ما يكون فعونة أعونها على كثرة الأفلام روان هذه ومين بعد مين بعد أنفاس بلقيس تسلم عليك غازي تركستاني سهام أبغى أحاول قد ما أقدر بس أقول الأسامي على الأقل عبدالله الأسمري زوزي ومين بعد في والله في ناس كثير يعني سحر يوسف بعد ريما عاشقة لينا يعني في أسماء كثير خالد عبدالله بعد ورح نرجع نقرأ الرسائل من جديد كمان ألو اتصال ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين معنا ومن وين أنا عاشقة أختي معشوقة عاشقة عاشقة عشقة أهلا وسهلا فيك يا عشقة من وين تكلمينا؟ من أرض الله الواسع من أرض الله الواسع حابة تسألين بلقيس أي سؤال؟ حاسها ضايعة في الصحراء أسأل مين؟ لحظة أسأل مين؟ حابة تسألين الفنانة بلقيس أي سؤال؟ شو اسمه؟ هو راء نايف طلقها يلا
كم الاتصالات معاكم مستمعينا؟ اللي حاب يشاركنا يتصل على 02-61-61-100. ألو. ألو، السلام عليكم سلطان. عليكم السلام، يا هلا فيك حبيبي سلطان، معك عادل مرة ثانية، بس حاب أسأل بقيس على السريع كذا. عنده تكنيك عادل عشان يوصل للخط. هاي عادل قول. أكيد. بلقيس بس سألها، إيه السبب زيارتها الجدة وهل بتزور مكة؟ أوكي طيب، شكرا لك يا عادل. عادل من مكة. طيب نرجع ناخذ كمان اتصال بعد. ألو. هلا، السلام عليكم. عليكم السلام، مين معانا ومن وين؟ بندر الحربي من الرياض. هلا فيك يا بندر، حاب تسأل بلقيس أي سؤال؟ حاب أمسي عليك ومسي الفنانة بلقيس بالخير. أهلا وسهلا فيك. وعندي سؤال للفنانة بلقيس. سم. ألو. أيوة معاك سم. بلقيس، بس بخصوص الخطوبة مع نايف الزاز. أوكي طيب. باين الموضوع كان مو عاجب، مزعجك وكذا، أن طلع الإعلام بالبداية، بس حابين نعرف إيش السبب اللي أوكي خلى الانفصال بينكم. ماشي يا سيدي، شكرا لك، يعطيك العافية. طيب بلقيس، أنا أفضل نحن نتكلم عن الموضوع يعني هذا كمرة أخيرة كذا، أنت لازم تتكلمي في الموضوع ذا مرة أخيرة كذا علشان تكون الصورة واضحة. أيوة. انخطبتي في يوم من الأيام، فسخت للكابتن نايف هزازني وجه له أكبر تحية، وما تم النصيب وتم فسخ الخطوبة. أيوة. وانتهت القصة كذا. انتهينا. وانتهت القصة. أيوة، كثر الأسئلة ليش؟ يعني خلاص ما في. وبقول لك شيء، هو الموضوع لما انتشر للإعلام انتشر بصورة خارجة عن إرادة الطرفين، وطبعا أنت ما تقدر تسوي كنترول في هذه الحالة. وانتهى خلاص، واتعلمت منه درس كويس جدا، انه حياتي الخاصه اصبحت خط احمر. يعني لا جيت تزوجت المره الجايه حيعرفوا الناس مين هو، بس ما حيعرفوا اي تفاصيل، فاحتفظ بتفاصيل فسخ الخطوبه لي، وزواجي القادم كمان احتفظ بتفاصيله لي. اوكي، يعني ما راح تتكلمي عن الاسباب مهما سالتي. لا، الاسباب خاصه لنا، لانه انا ما بسالهم هم كناس. ما بس أنا عارفة أن هم ما هم شخصيات عامة، أنا شخصية عامة. يعني حق للناس تسألني، هذا الشيء طبيعي، بس هذا الموضوع بس أكيد أنت مو كويس. أنت يعني أنت اللي الموضوع يتعلق بك، إذا أنت تجاوبي أو ما تحب تجاوبي في النهاية. بالضبط، هي في النهاية حرية شخصية. أنا واحدة من الناس تعلم درس أنه حياتي الخاصة أصبحت خط أحمر، لا جيت تزوجت حيكون علني، الناس كلها حتدري مين هو الشخص اللي حتزوجه، ولكن ليست هناك أي تفاصيل تخص موضوع خطوبتي القادمة أو زواجي القادم بأي شكل من الأشكال. طيب بلقيس، أنت أكيد سامعة وطول الوقت تيجي تعليقات أن بلقيس استفادت بس من شهرة نايف، يعني هذه أكثر كلمة أظن تسمعينها طول الوقت، يعني أيوه. من جمهور معين، يعني يتكلم عن أن بلقيس أنت اللي استفدتي من وراء نايف عشان الشهرة وصرتي معروفة في السعودية. أيوه. وأنت ما مين كان يعني دائما تسمع التعليقات هذه. نعم. مين كان يعرف بلقيس؟ وطبعا أنت كنت معروفة من قبل الخطوبة، بس ما ننكر أن خطوبتك من النجم نايف. نعم. هزازي، صار الموضوع وقتها هو فقط كان موضوع مثير للجدل، ربما الحادثة أول مرة. إيش ردك على اللي دائما يقول لك التعليق هذا؟ ما شفتني عمري رديت على أحد قال لي الكلمتين دول. ترى مو كل شيء ترد عليه. أحيانا لا تنزل صغار عقول عشان أنت ما يقل قيمتك وقدرك، ما تقل أمام الناس في اتهامات زي هذه. أفضل أنه أحتفظ بقيمتي لأن ما أرد على كده. وبعدين الميدان يحميدان في الفترة القادمة، حتثبت فعلا كنت هبة. عارف ايش يعني هبة؟ يعني كذا مع ولا انا فنانة حقيقية قادمة بقوة الى منطقة الخليج. هذا جوابي النهائي. صفقوا له يا جماعة في الاستوديو. حسيت يعني خطاب اوباما، مو سؤال. الحمد لله خلصنا من السؤال هذا. يلا ناخذ اتصالات من جديد. ويا جماعة خلاص، يعني يا اخي انت تخيل انك انت كنت صاحب واحد صديقك، اوكي، وتضاربته او حصل سوء تفاهم يا اخي، وكل واحد راح في حاله، بعدتكم الايام. تخيل واحد يجي يسالك كل ما يشوفك، يا اخي وين فلان، يا اخي وين فلان عنك، وين فلان. تجاوزوا المرحله. يلا اتصال جديد. الو، مين معانا ومن وين؟ الو، هلا فيك، مين معانا ومن وين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ما ادري ممكن اكلم انت على الهواء. على الهواء، مين معانا ومن وين؟ بس انا من جده، معك عبد الله بن اسحاق. هلا فيك عبد الله، بس قفل الراديو لان البث متاخر 15 ثانيه. تفضل. طيب اوكي حبيبي، انت على الهواء، تفضل اسال بلقيس. ابغى امسي عليك طال عمرك، وامسي على الفنانه بلقيس. اهلا وسهلا فيك. اهلين. واحب اقول الله يوفقها ان شاء الله. الله يسلمك. واتمنى لها التوفيق في حياتها، وصراحه انا مشد المعجبين فيها وبغناها وفنها، والله يوفقها وللامام بلقيس، ولا يغرك ولا يهمك اي احد. والله ما همني ابد.
شكرا. والله إني مبتسمة ومنطلقة عايشة حياتي بالطول وبالعرض الحمد لله. بما هذا هو هذا هو أنت دائماً ما شاء الله عليك. وبعدين ما بين الأهل عتب الله يسلمك، أنتوا هلي وأنا بنتكم، ما بين الأهل عتب أبدا. الله يطول عمرك إن شاء الله وبالتوفيق إن شاء الله. طويل يسلمك. يلا شكرا لك، يعطيك العافية. ألو. ألو. هلا فيك، مين معانا من وين؟ معك جود من نجران. هلا فيك يا جود، حابة تسألين بلقيس سؤال على السريع. يا بغيت أشكر بلقيس على أسلوبها الأكثر من رائع. أنا بصراحة أول ما أسمع صوتها انضرب وحب أشكرها بقوة. وصديقاتي حابة أسلم وصفران صديقاتي نوف وأشواقرها وأقول يحبونها واجد وياليت تغنيها وأهديها لهم بعد. ماشي شكرا لك. شكرا لك ولهم. يلا اتصال بعد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معانا من وين؟ مساء الورد سلطان. هلا فيك موسى البلوشي من جدة. هلا فيك يا موسى، بس قفل الراديو سمعنا من سماعة التليفون، تفضل اسأل سؤالك البلقيس. أول مساء على ضيفتك الكريمة. سهلة. وأنا من شد المعجبين لها إن شاء الله وبالتوفيق لها إن شاء الله والألبوم الجاي. الله يسلمك يسعدك يا رب. يعطيك العافية شكرا لك. بلقيس خلنا نرجع نتكلم عن الألبوم على السريع قبل ما نروح للفاصل الإعلاني. تكلمنا عن أغنية مجنون وسمعنا الناس المقطع الخطير من الأغنية، يعني الأغنية شكلها راح تكسر الدنيا. أنا أبغى نسأل رأي جمهور بلقيس في الموضوع، إيش رأيكم في الأغنية؟ ردوا علينا على حساب إذاعة ألف ألف أف أم ألف أف أم. دلحين قولوا لنا عجبتكم الأغنية ما عجبتكم أو نص نص، رأيكم في أغنية مجنون اللي قبل شوي سمعناها البلقيس وبلقيس. خلنا نرجع نتكلم عن الألبوم. أول أغنية سمعناها مجنون وتكلمنا عنها، إيش في إيش في أغاني ثانية تكلمنا عنها؟ في أغنية ثانية تنفع لأي عروس حقيقة، اسمها دقوا في بيتي، جاء حبيبي في بيتي جاء وطالب يدي، شوفوا شوفوا الدبلة باركوا لي يلا، يعني كلامها فرايحي وجميل. حق زواجات؟ هذه حق الزواجات، بس أنا كنت عملتها لي يعني لمناسبات مجتمعية تخصني، ربما تخص بنات تانيين غيري. الأغنية كلام تركي الشريف، أوجه له التحية، وألحان أستاذ فايز السعيد، ودقتها في بيتي فعلا، وتوزيع سيروس. أعتقد برضو الأغنية هذه حيكون لها أثر طيب جدا وحتنسمع في كل بيت كمان. هذه كمان من الأغاني حقت الألبوم. مش بعد عندك؟ في عندي ما طلبت البعد. هذه كلمات هذه أغنيتك أنت عارف. هذه أغنيتي هذه. هذه من أحلى الأغاني يا جماعة، لنصيحة اللي جوهم رواق يحبون بلقيس في الرواق. إيه. راح يحبون الأغنية ذي كثير. هي أغنية رايقة كثير طبعا. فيها كثير إحساس جميل جدا، مترجم عبر كلمات الشاعر فهد جمال، شاعر شاب هو كويتي. والملحنة الأنين، الأنين برضو موهبة قادمة بقوة الصاروخ إن شاء الله في الفترة الجاية، تعاونت مع فنانين زي نوال الكويتية طبعا أم حنين، أوجه لها تحية، وحصل تعاون بيني وبينها أتشرف فيه جدا. توزيع تم في تركيا مع موزع ربيع الصيداوي، وأعتقد أنه الأغنية برضو حيكون لها أثر طيب. في عندي أغنية برضو تانية تجربة تلحين أولى لتركي الشريف. للناس اللي بتقول انه ما نشتغل مع الاسماء الشهيره، تركي هذه اول تجربه يلحن فيها وعجبني جدا. وعمل لي توزيع هشام السكران بطريقه خرافيه يعني. الاغنيه اسمها برضو كان لها ظروفها، حزتها كان لها ظروفها الاغنيه، بس هي تمشي مع اكثر من مناسبه هنا في المملكه، اسمها حب السعوديه، حب السعوديه وحب كل شيء سعودي، حبيبي من هني على ذوقي ومودي، جنوبي زينه يبهر، حجازي لسانه يسحر، احس برعش وارجف. طب هذه لازم، لا لا لا, لا هذه ما نبغى نسمعها قصيده للشاعره بلقيس احمد فتحي، نبغى نسمعها مغنه، نبغى نسمع كذا جزء منها. تقول احب السعوديه واحب كل شيء سعودي، حبيبي من هنيا على ذوقي ومودي، جنوبي زينه يبهر، حجاز لسانه يسحر، أحس براشة ورجاف إذا سلم علي، وأحب السعودية كذا يعني. من جديد معاكم في استوديو السلاطين على ألف ألف أف أم، معي سلطان عبد المحسن وضيفتنا لليوم الفنانة بلقيس. بلقيس كيف الأجواء؟ حماس. مبسوطة؟ مرة. حلو، اللي حاب يكلم بلقيس يتصل على 0-2-61-61-100 أو من الرياض 01-217-85-85. يلا ناخذ اتصالات بعدين بنرجع. في كثير جالسين يسلمون عليك بلقيس عن طريق التويتر، جالسين يقول لك أغنية مجنون تجنن، غدير فهد هذه تقول لك بلقيس مجنونة بس مجنون بس عاقل، يقول بليز ممكن نسمعها من جديد مقطع نفسه. شكله ما لحق يسجل.
اوكي. وداد تقول بلقيس كل اغنيه بصوتها تصير عسل، فديتك ولا يهمك. حنان تحياتنا لك برضو. باكوري يقول الاغنيه جنان مره. مجنونه بلقيس او مجنون بلقيس توأم شهد بنت الغزواني. انا بقرا على اقل الاسامي يا جماعه ماشي. مجنونه بلقيس، عهود، اسرار، ساره، ساره اسيري اذا ماني غلطان، مجاهد تركستاني، قرشوبه غرشوبه أيوة. اي غرشوبه. اوكي غرشوبه او قرشوبه اللي هو غدير فهد. مهند حسان يقول اغنيه مجنون مره خطيره وحتنتشر في الوساطة العربية بشكل كبير إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق في ألبومك. منو القحطاني، لطيفة بنت عبد العزيز، بشرة القحطاني، دلع جنوبية، غالية، خالد فتان، أسرار، يعني في مجموعة كبيرة. خلنا نأخذ اتصالات بعدين نرجع من جديد. ألو ألو يا هلا، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. مين معانا ومن وين؟ معك عبد القحطاني من خميس مشيط. هلا فيك يا عبد الله، تفضل سؤالك البلقيس. والله أول هني على الألبوم الجديد هذا. هنيك يا رب، تسلم. وصراحة فنان رائع بأخلاقها وذوقها وكل شيء صراحة. الله يسلمك. صراحة يعني. وحنا نحييه في المملكة العربية السعودية. وكنت أبغى أسأل عن قضية نايف لكن خلاص مدام علمتنا نشكرها صراحة. الله يسلمك، طول بعمرك. يعطيك العافية. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا لك. ألو يا هلا، مين معانا ومن وين؟ الو هلا، معك طلال. هلا فيك يا طلال، من وين؟ هلا بك، من الرياض. من الرياض. هلا فيك طلال، صديقنا الدائم برضو على الاذاعه يا اي شيء اساله طلال جاوبين على طول. سم حاضر وسطك. أيه موجود يا طلال. لا انا ما راح اسال اسئله الا ابرحب اول شيء الفنان ابو القيس. لو سهلا فيك اقول له حياك الله في بلدك الثاني. الله يخليك، هذه داري والى الامام دائما يا ابو القيس، ما عليك من اي احد. خليك ربك، دام ربك معك ان شاء الله ما عليك من احد. الحمد لله. وانتم بعد شكرا يا طلال، يعطيك العافيه. بعد اتصال الو. عليكم. عليكم السلام، مين معانا من وين؟ معاك ابو تواك حبيبي من جده. هلا فيك يا ابو تواك، حاب تسال بلقيس سؤال؟ ايوه اكيد، انا ما اتصلت الا عشان اتفضل في جده. والله لنا الله حنا، ما حد يتصل عشاننا. غير اسمه يصير بلقيس يعني عشان تتصلون علينا. لا والله مستني. تفضل تفضل. نوره هي جده، انت نورك سابقها. الله الله يخليك، بنطول الاتصال معك. تفضل. الو. ايوه معك. كيف حالك يا شيخه؟ الله يسلمك. الله يبديك. هل تراهن يعني بلقيس، هل تراهن بشعراء جدد؟ يعني شعراء غايبين عن الوسط الفني. ايه طبعا، انا زي ما ذكرت يعني قلت انه في بعض الاسماء الجديده جدا على الوسط، راح يعني تعاونت اوردي معها في ألبومي الجديد. انا عاده لما يوصل لي مسامعي كلام احس انه يعور، سواء كان بالإجابة أو يعني بطريقة حزينة أو جميلة أو يعني سهل الحفظ أهم شيء، ولا الناس تستسيغوا على السريع. أحب أني أتعامل مع الشعراء اللي زي كذا طبعا. أكيد بلقيس، في طلب أنك تغني لنا أغنية بغيضك، ما أدري ليش يعني بالتحديد. يمكن لأنه نزلت كيكة من فترة مع فنانة أحلام ومفاهد، كنا أنا وهي بنغني غيضك بغيضك، بس علما أنه أنا ما كنت حافظة كلامها، فكنت بس كذا أدندن معاها يعني هبلا هبلا هبلا. وانتشرت الكيكة كثير يعني، ومفاهد طبعا لا يعلى عليها. سمعينا كذا مقطع من بغيضك، حافظها أنت؟ حافظ بغيضك، قلت لك ما بيك، قلت لك ما بيك، بعدين معقول معقولة وانا صدق خليه إيه كذا. يلا واحد اثنين ثلاثة، حبيبي الله لا يقول بغيضك، قلت لك ما بيك ما بيك معقولة ولا صدقت أخليك، حبيبي الله لا يقول تراني ما أروح بعيد مهما صار يا حبي، صحيح أحيان أجيب العيد لكن من وراء قلبي بغيضك. الله 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 الله. إيش؟ طيب رح نروح على السريع لزميلتنا ابتسام عزام بعد شوي. أوكي طيب، مو الآن، خوفني قال لي دخلت معانا على الهوى، رح نروح لها بعد شوي جالسة تغطي إيفنت، كان نفسها تكون معانا في المحطة، بس يلا مو مشكلة المرات الجاية. ابتسام برضو من المحبين لكي، كل الإذاعة تحبك ما شاء الله. أنا أحبكم أكثر والله. حلو. بلقيس، أبغى أتكلم برضو عن الألبوم من جديد، نرجع نتكلم عن الألبوم الجاي.
تكلمنا عن أغنيتين وتكلمنا عن أغنية الأنين اللي هي ما طلبت البعد. أيوة. إيش كمان عندنا في الألبوم؟ خل الجمهور كذا يتحمس على الألبوم. أوكي، لمحبي الأغاني الهاوس هاوس ميوزك في عندي أغنية هاوس توليفة غريبة الشكل، هذه برضو أول تعاون في الكتابة والتلحين مع الشاب الموهبة الإماراتية محمد سعيد حارب. محمد سعيد حارب اللي هو مخرج فريج اللي معروف في رمضان، كل رمضان كارتون فريج. حب إنه يعمل تجربة جديدة معاي، خذت التجربة، عمل لنا التوزيع عصام الشرايطي، والأغنية طلعت بصورة الهاوس ميوزك، أطول أغنية في التاريخ، خذت معانا تقريبا فترة طويلة في التوزيع، لأنه كنت كل ما أسمعها أقول لهم الهوك حق الهاوس ميوزك ماني سامعته. عارف أنت اللي يحبوا الهاوس يعرفوا وش يعني الهوك. هي. ويروحوا يرجعوا يروحوا يرجعوا يروحوا يرجعوا لحد ما جابوا لي الهوك في الأغنية هذه. قلت لهم كذا أصبح. إيش اسم الأغنية؟ مرار. إيه طبعًا اللي يسمع البيت حق الهاوس يركز في البيت أكثر من الكلام واللحن. هذا شيء طبيعي. زي الأغاني الأجنبية. أغاني الهاوس تعتمد على الهاوس كله بيت وهوك. تخش في. فهو في هذا اللي حصل. موسيقى يعني. الناس اللي سمعوا الأغنية قال إحنا ما إحنا مركزين في الكلام واللحن كثر ما إحنا مستمتعين في البيت نفسه. فهذه برضو تجربة جديدة بالأغنية الخليجية. ممكن يعني انه تعمل صدى. سواها اذا ماني غلطان عارفه مين؟ صلاح الزجالي في اغنيه له، وتركي عملها كمان. وتركي ايش كانت الاغنيه حقتها نسيت، بس صلاح الزجالي مو كثير يعني ضربت، اسمها مست كول. كان اسم الاغنيه برضه. وجه له التحيه، ترى صلاح صديق عزيز يعني. صلاح اكبر تحيه، وفنان مجتهد فعلا جداً. يعني ويشتغل على شغله، يتعب كثير على صح. على شغله. نبغى نتكلم كمان عن، نبغى نسمعهم مقطع من اغنيه، نسمعهم من ما طلبت البعد. سمعهم ما طلبت البعد للناس الرايقين. يلا سمعكم مقطع برضو. ايش انت قولي؟ حصريا فقط على منتديات الف الف اف ام. هذه هي. أي. يلا هذه الاول مره راح تسمعونها الاغنيه ما طلبت البعد عنك. سمعكم جزء على الف الف اف ام. نصيحه، سجلوا الاغنيه بسكت عشان تسجلون مزبوط. يلا معاكم من جديد في استوديو السلاطين على ألف ألف أف أم، معي سلطان عبد المحسن وضيفتنا لليوم الفنانة بلقيس. أهلا وسهلا فيك بلقيس. أهلا أهلا بلقيس. ساعة عن ساعة ودقيقة عن دقيقة يزداد حبك لألف ألف، ويزداد حبك لإيش؟ لجدة طبعا وللسعودية أكيد. عشان كذا بلقيس قررت تسمعكم الأغنية، جات مطالبات كثير على التويتر وعبر الاسمس، سمعين الأغنية حقت السعودية. بلقيس قررت تسمعكم الأغنية الأول مرة، بعد ثالث أغنية اليوم من الألبوم الجديد لكل اللي يحبون بلقيس بس على ألف ألف أف أم. بس خلونا نروح لزميلتنا على السريع، ابتسام عزام اللي موجودة في إحدى الفعاليات في جدة. أهلا وسهلا فيك ابتسام. ألو. هلا فيك يا ابتسام، تفضلي. أهلا فيك يا سلطان. سلطان أنا الآن موجودة في معرض الوهج والطبيعة في محمدية بلازا. هذا المعرض أول مرة يقام، فكرته في الشرق الأوسط دائما يكون موجود، يعني إقام قبل كده في روما وفي باريس. افتتحت المعرض صاحبة السمو الأميرة لطيفة بن سنيان بن محمد آل سعود، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة. المعرض هذا أول مرة زي ما قلت لك كثير في عالمنا السعودي. طبعا المصممة اللي كانت سوت فكرة المعرض زي كذا والدكتورة دلال عبدالله الشريف، هي عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى ومتخصصة في مجال تصميم الأزياء والمنسوجات وتشكيلها. طبعا كانت فكرتها تعتمد أن هي تأخذ الخامات على طول وتنفذها على المانيكان، يعني ما تقص القماش زي كذا، لا هي عندها فكرة في راسها على طول تنفذها على الخامة. والآن إن شاء الله سلطان حتكون معنا الهواء الأميرة لطيفة تتكلم عن المعرض، وكمان حتكون معنا الدكتورة دلال. معك يا ابتسام. الآن حنستضيف سعادة الأميرة صاحبة السمو لطيفة بن سنيان بن محمد آل سعود، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة. أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا أختي. كلمينا سعادة صاحبة السمو عن المعرض اليوم، كيف شفت المعرض؟ والله المعرض جدا رائع. أولا أشكر سعادة الدكتورة دلال الشريف على إتاحة الفرصة لي بالرعاية لافتتاح المعرض، وأهنئ الدكتورة على هذه الفكرة الرائدة والشيخ عمر السقاف بمعادرتها لتحقيق هذه الفكرة، وإني أهيب بالمتخصصين والمتخصصات في هذه المجالات بالتعاون مع التجار، لأنه فعلا شيء، فعلا أنا شفت شيء رائع رائع، وهذه الفكرة رائدة أعتقد أنها أول فكرة في الشرق الأوسط. وشكر مستمر للأخت الدكتورة دلال تبرعها بجزء من الريع للجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة، كما أن العرض
كان فعلا رائع متقن وحرية باسم الثقافة والمجهود العلمية للدكتورة. طب سعادة الأميرة يعني ممكن يكون قدام في المستقبل في تعاون بينكم بين الدكتورة دلال وبين ذوي الإعاقة أن هم يقدروا يساعدوها أو أنها تقدر توظفهم وتشغلهم إن شاء الله في المستقبل؟ أي نعم أي نعم ليش لا، بالعكس هذا شيء يسعدنا، ويوجد فيه من ذوي الإعاقة منتجين، ويوجد فعلا رائدات ويقدرون أنهم يعني يعملون أشياء كثيرة. وأعتقد لو تتبناهم الدكتورة دلال وأنه يكون فعلا تحظى بالحضرة الأولى أن يكونوا هم عن طريقها ينتجون ويستخرجون من الأقمشة، هذا شيء يسعدني يسعد الجمعية. الله يسعدك، أشكر لك إتاحة الفرصة لإقامة هذا اللقاء معك صاحبة السمو الأميرة لطيفة بن ثنياء بن محمد آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة. شكرا لك. شكرا حبيبتي وشكرا لألف ألف وأتمنى لهم التوفيق. شكرا. الله يسعدك. الآن يا سلطان راح تكون معنا اللي هي الدكتورة دلال اللي هي صاحبة المعرض، دكتورة دلال عبد الله الشريف عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والمتخصصة في مجال تصميم الأزياء والمنسوجات وتشكيلها باستخدام أحدث الخامات العالمية. أهلا وسهلا فيك دكتورة دلال. أهلا وسهلا فيكم، شرفتنا. الله يسعدك دكتورة دلال. اليوم المعرض أول عرض تشكيلي للأزياء في عالمنا السعودي، أقيم يعني أول مرة يقام عندنا، هو قبل كذا صار في روما وباريس. كلميني عن فكرة المعرض، يعني قولي لي ليش أنت نفسك الفكرة. هو حقيقة يعني أول مرة مو بس في العالم السعودي، في الشرق الأوسط أجمع، يعني أقيم قبل كذا في روما في الألفا مودا. يعني فكرة المعرض أنا حبيتها إن أنا أقيم وأركز على إن أنا كيف إظهار الخامات ومواطن الجمال فيها وكيفية تصميمها على المانيكان وكيفية تديك إيحاءات للإبداع من خلال الخامة. يعني أنا بعمل الموديل وهو بيكون قماش وبحطه على المانيكان وبحاول إنه يعني أحاول أشوف أوجد أحسن طريقة لوضعه وإبراز الخامة فيه. طيب أنت تسوين تصاميم على ورق وبعدين تنفذينها، ولا على طول اتبعت الفكرة أنك تنفذين التصميم على المانيكان؟ أنا حقيقة يعني أنا أصلاً بعمل تصاميم على السكتش وبعمل تصاميم يعني بسيطة على نفس القماش، التصميم السطحي على القماش، لكن فكرة المعرض هذه قائمة كلها على المانيكان، ما بعمل ولا شيء على الورق. أول ما بحط القماشة على المانيكان بحاول إن أنا أخذ أي شيء بتديني إحساس وبأشتغل على هذا الإحساس اللي بتديني هي، وبقفل الفستان كأنه مخيط، يعني ما بيبين إنه هو قماش. طيب الخامة والمانيكان كانت مصادر الإلهام ديك اليوم في الوهج والطبيعة، كلميني ليش الوهج اللمعة والبرق هذا اللي إحنا شايفينه مصلاة كله بيلمع، وليش الطبيعة ألوان الطبيعة موجودة؟ أنا اللي حبيته صراحة لأنه الخامات اللي أنا اشتغلت عليها أغلبها فيها إحساس الطبيعة، يعني الورد، الألياف، الخامة، الغابات، قطرات الندى، فحبيت إن أنا أركز إنه هذه كلها أشياء، يعني كثير المصممين بيوقفوا قدام الخامة بيفكروا فيها كيف بيعطوها التأثير، بيكون يعني لا أنا حبيت إن هي أصلاً تكون نفس القماش بتدي إحساس الطبيعة وفي نفس طريقة لفتها، يعني بتدي إحساس الورد، يعني أغلب التصميمات كلها بتدي إحساس لفات الورد إن كان من لوريس إن كان من نرجس إن كان من أركيديا. طيب هدفك اليوم من المعرض هذا فين حيودينا إن شاء الله، يعني فين شايفانا كده ابتسام الوقت بس جالس يخلص تقريباً عندنا فاصل إعلاني، يلا تفضل. المحاولة يعني هي محاولة تثقيفية تشكيلية للمصممات للموهوبات اللي حابين العمل هذا، كيف تشكيل الخامات، كيف طريقة إعطاها أحسن يعني أحسن تشكيل لها، والحقيقة إنه هي أصلاً صارت السقافة فاشن جاليري، هي الهدف منها إن هي إن شاء الله تكون محل تبادل خبرات ما بين المصممين وما بين المواهب الموجودة في المجتمع. الله يسعدك دكتورة دلال، كنت شاكرة لك جدا لإتاحة الفرصة لي. نشكر الدكتورة دلال عبد الشريف عبد الله الشريف عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى المتخصصة في مجال تصميم الأزياء. أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا، وشكر خاص لصاحبة السمو الأميرة لطيفة على تشريفها لافتتاح هذا المعرض، والله يجعل دائما يعني اجتماعاتنا مكللة بالنجاح بإذن الله إن شاء الله. شكرا ليكي. شو سلطان هلا. طبعا السقاف تبرى مودة سلطان. أيوة. من خلال هذه الصالة يعني بيتمنوا أنه هم يسعوا إلى رعاية الإبداع الفكري في مجال التشكيل والتصميم واحتضان المواهب والشابة ودعمهم، وممكن يستضيفوا متخصصين في المجال ده عشان يستفيدوا من خبراتهم. طبعا ما أقول لك كيف التنظيم والحفلة والأشياء مرة رائعة هنا. يعطيك العافية ابتسام زميلتنا ابتسام عزام، شكرا لك. مكملين استوديو السلاطين أكيد مع ضيفتنا لليوم بلقيس أحمد فتحي. أهلا وسهلا فيك بلقيس.
من جديد، وجالسين اليوم أكيد نبغى نأخذ منكم تفاعلكم واتصالاتكم على 02-61-61-101-217-85-85. قلت لكم بلقيس خصتنا بأغنية خاصة بالسعودية، فرح نسمع الجزء من الأغنية هذه قبل ما نروح الفاصل إعلاني. بس بلقيس نباك تسمعينا شيء، أنت نباك تسمعينا إيش ودك تسمع؟ شيء نفسك شيء شيء ما في أغنية. قولي أنا ما رديتكم صح؟ ما يعني لا أنا ما. طب نسأل في الاستوديو هنا المتواجدين إيش حابين تسمعون من بلقيس؟ لي ودك يلا شيء يمني أو شيء محمد عبدو؟ إيش أنت إيش حابة تسمعينا؟ شيء يمني أو شيء محمد عبدو؟ أحد يقولنا شيء؟ ها يلا ها ايش ودكم؟ اوكي شيء محمد عبده، كثير حابين شيء محمد عبده. ايش يخطر في بالك؟ ممكن نقول مقطع من شايل الضبي. يلا شايل الضبي بين يدي، شايل الضبي بين يدي، يستاهل الضبي من شاله، بالهون بالهون يا مغلي، بالهون بالهون يا مغليك، ما اعطيك ضبي الفلا حالا، وما اعطيك ضبي الفلا حالا. معاكم من جديد في استوديو السلاطين، ومددنا كمان زيادة وقت عشان ضيفتنا لليوم بلقيس احمد فتحي في استوديو السلاطين. معي سلطان عبد المحسن، اللي حاب يشاركنا يتصل على 02-61-61-101-217-85-85. جاء وقت نحن نعطيكم شيء حصري، شيء اعطتنا يا بلقيس الجمهورها والجمهور الف الف اف ام. ايش اسم الاغنيه؟ احب السعوديه. احب السعوديه، كلمات مين والحان مين؟ كلمات الحان تركي الشريف. بنسمع جزء بسيط من الاغنيه وبنرجع لكم على طول. نبي رأيكم برضو في الأغنية، مظبوط؟ صح. بس على ألف ألف أف أم. يا عيني مضبوطة. جديد على ألف ألف أف أم. حلو، سمعنا مقطع يعني كافي للمستمعين. أنا عارف أن جمهورك حابين يسمعون أكثر، بس هذا اللي بنقدر نسمعهم. يا خلنا نبدأ نرجع نأخذ اتصالات شوي من المستمعين الكثار اللي حابين أكيد يتكلمون معاك بلقيس. نقول ألو. ألو، هلا فيك، مين معانا من وين؟ معك فيصل ساحج من الطائف. تفضل يا فيصل، حاب تسأل بلقيس أي سؤال؟ ما في سؤال، بس أحب أمسي شو اسمه عليها. تحياتنا لك يا فيصل. شكرا، شكرا. يلا اتصال بعد. ألو. ألو، هلا فيك، مين معانا من وين؟ محمد الربع من جدة. هلا فيك محمد، حاب تسأل بلقيس أي سؤال؟ أول شيء حاب أسلم عليها. أهلا وسهلا فيك محمد. أهلا فيك، والحمد لله السلام، ومنور جدة. جدة منورة فيكم، الله يسلمك. معجب فيك صراحة، يعطيك العافية على كل عمل قدمتيه. الله يسلمك يا رب، عافية. يلا اتصال بعد. ألو. ألو. ألو، هلا فيك، مين معانا من وين؟ ملاكي، ملاكي بلقيس. أهلاً، كيف حالك؟ أهلاً فيك، تمام حبيبي، أخبارك؟ الله يسلمك، أخيراً سمعنا صوتك. أخيراً سمعتك أنا حبيبتي، الله يخليك. أنا كويسة دامك أنت بخير. مرتبكة. معلش لا ترتبكي، أخيراً سمعت صوتك. ملاكي بلقيس واحدة من اللي مرة نشيطين على تويتر. أحبك حبيبتي، أحبك أكثر، الله يسلمك. بقول لك كلمة المعتادة، الله يحفظك تحت كل سماء وفوق كل أرض. خليك يا رب. ويلت تغني لي جاني كلام. حاضر. شكرا لك، يعطيك العافية. يلا. ألو. ألو، هلا فيك، قفل الراديو، سمعنا من سماعة التليفون. مين معانا من وين؟ من جدة، بندر حبيب، شخبارك؟ هلا فيك يا بندر، تفضل، حاب تسأل بالقصة. طيب إن شاء الله خير الحمد لله. السلام، مقدم معك البرشلونة مين؟ سلطان الغشيان. أخباره طيب؟ تمام الحمد لله، ماخذ إجازة العريس. الله يوفقك يا ملا، يا رب. اخبارك كيف حالك؟ اهلا وسهلا فيك، اهلين، حبيت امسي عليكم الاحسن الافضل يا رب ان شاء الله.
الله يسلمك يا رب، طول بعمرك. شكرا. شكرا عمرك يا رب. شكرا يا بندر، يعطيك العافية. ألو، مين معانا ومن وين؟ السلام عليكم. هلا فيك، مين معانا ومن وين؟ مين معانا بس؟ معك إبراهيم من اليمن. هلا فيك يا إبراهيم، تفضل. حاب تسأل بلقيس أي سؤال؟ إي حاب. أهلا إبراهيم، أهلا. كيف حالك؟ الله يسلمك، الحمد لله. من أي منطقة أنت في اليمن؟ أنا من الحديدة. أهلا، مسقط رأس الوالد، تهامة الأبية. إخباركم طيبين؟ الله يسلمك، كويسين إحنا الحمد لله. والله حبيت أسألك، ليه ما تغني أغاني؟ ليه ما أغني؟ إيه ما أسمعك. ليه ما تغني أغاني للوالد؟ غنيت، كيف؟ أشهر أغنية في جلسات وناس الآن إني يحرمونا من أغاني الوالد. أحب أسمعها منك يا بلقيس. حاضر. وأنا صراحة من معجبينك ومن أنا أحب أسمعك على طول. الله يخليك يا رب، خليك ويخلي أهل الحديدة. جينا اليوم عن ضروري نبارك تيجي اليوم عن وكا. حاضر، مسويت لكم مفاجآت كثيرة إن شاء الله فترة القادمة. يلا خير. شكرا لك، يعطيك العافية. نبغى نسمع شيء يمني، جهزين لنا شيء يمني يفكري فيه كذا لما ناخذ الاتصال. ألو. ألو، هلا فيك، مين معانا من وين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معانا من وين؟ معك زيد عبد الله من الرياض. زيد عبد الله. إيه. هلا فيك يا زيد، حاب تسأل بلقيس أي سؤال؟ والله حبيت أمسي عليها. أهلا بك. أهلا. وحبيت أقول نيدها إن شاء الله من الأحسن إن شاء الله، ولا يهمك كلام الأزدال. الله يسلمك. وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله. الله يطول بعمرك، شكرا لك زيد، شكرا. فطوم الهلالية تسلم عليك على تويتر، دنيا حظوظ. بعد تذكرين دنيا حظوظ، دنيا حظوظ؟ تذكرين الأغنية ولا أنت حفظتها؟ لا بس أتذكرها. أوكي، إيش تذكرين؟ شيء قديم، شيء قديم يعني قديم ومو قديم في نفس الوقت، يعني شيء كذا في النص. تغنين شيء يمني ولا شيء قديم ومو قديم في النص؟ اللغز اللي سألته. وللأشياء اليمنية اللي أنا أحفظها مرة قديمة يعني. حتى مو ما كنا إحنا لسه خلقانين على وجه الخليقة. إيش حابة تسمعينا؟ حبيبي تعالى، مقطع حتى لو بسيط. حبيبي تعالى، حبيبي تعالى، نصحي هوانا، نخلي الليالي تغني معانا. تعالى تعالى حبيبي تعالى، بلحن اشتياقي وهمس السواقي، طيور الأماني تغني غنانا. حبيبي وفني وعزفي ولحني، تذوب الأماني عليك اشتياقا. تعالى تعالى. الله 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 الله. وجه أكبر تحية كمان للوالدة، موجودة معنا في الاستوديو طبعا. بس قولي سلام عليكم. عندك سلام عليكم. كيف الحال؟ إيش الأخبار؟ أنا أولا مبسوطة وسعيدة. بس قربي شوية نقطة. مبسوطة وسعيدة بوجودي في عروسة البحر الأحمر جدة. يا أهلا وسهلا فيك. تحية لكل أهل والأحباب والأهل جدة وأهل السعودية كاملة. إحنا نوجه لك أكبر تحية، والله أعطيك العافية، دائما مع بلقيس يعني في كل مكان. مسكينة تعبتها يعني. والله مسكينة يعني، الله يعينها. كيف مستحملة بلقيس؟ بلقيس نور عيوني. الله الله، في منتصف الجبهة. سكتتني هذه. نتفتها، حطمتني، مسحت الجبهة. طب نبغاك تسمعينا شيء للوالدة، شيء تحبه الوالدة تحب تسمعه منك. أمي يعني تحب الأشياء القديمة زيها زي قلت الأمهات. غني لها ست الحبايب. لا لا اسمع، غني لها أيوه، تحب أيوه. أيوه يلا. أيوه قلبي عليك التاع، ما يحتمل غيبتك ولا ليلة. وأيوه أيوه قلبي عليك التاع كذا يعني. الله الله الله، ناخذ اتصال بعد من المستمعين. الو. الو، هلا فيك، مين معانا؟ معك عبد الرحمن من جدة. هلا فيك عبد الرحمن، تفضل. حاب تسال بلقيس اي سؤال؟ اي والله يا ليت اسال. اول شيء احب امسي عليكم، احب امسي على بلقيس. احس انه راحت ذكرى المغنيه
الله عوضنا ببلقيس الصوت الجميل. وأحب أشكر إذاعة ألف ألف على إتاحة الفرصة يعني للممثلين الكبار أمثال بلقيس. بتمنى منا أن تسمعني أغنية الأماكن لو مقطع بسيط كذا. أوكي شكرا لك يا عبد الرحمن، يعطيك العافية. يلا اتصال بعد. ألو مين معانا ومن وين؟ ألو السلام عليكم. مين معانا ومن وين؟ وعليكم السلام. معك أبو زكريا من اليمن. أهلا وسهلا فيك أبو زكريا. أهلا أهلا. تفضل، حاب تسأل بلقيس أي سؤال؟ أي حاب أسأل بلقيس. أول شيء مسي على سلطان وعلى بلقيس وأم بلقيس. أهلا وسهلا فيك وكل العاملين في أبو زكريا. واضح أنك من تهامة. إيه من تهامة، من الحديدة. أهلا وسهلا بأهل الحديدة. أهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. الله حب أسمع منك أغنية هواء. حاضر ماشي، شكرا لك. شنقي عندكم قريب نحيدكم. هذه ايش هذه؟ هذه الهرجة التهامية. طب علمينا كلمات. لا صعبة مرة. صعبة مرة. ايوه. طب قولي. وانا على فكرة يعني تهامة رحتها من 10 سنوات، يعني كنت بزرة مرة بس مسكت اللهجة بسرعة 5 ايام. حلو، تعلمت اللهجة. يلا ناخذ بعد اتصال. الو مين معانا ومن وين؟ الو مين معانا ومن وين؟ السلام عليكم، معك محمد المساعد من جدة. هلا يا محمد، تفضل اسال بلقيس سؤالك. انا ما يحب اسال سؤال، انا حاب اقول ان انا من اشد المعجبين بفنها وبشخصيتها واخلاقها. خليك يا رب. الله يسعدك، حاب اهديها مقطع صغير لو يسمح الوقت بس. يلا. وتزرع حتى من الهوى يا ويلحالي يا هوى، خصف من الغيرة علي لي قلب غيرك ما هو، شفني أحبك وأتبعك ريم الهوى في مرتاك، أنا معك أو مش معك قلبي وروحي لك سوى هوى هوى. الله 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 عليك يا محمد. صفقوا يا جماعة، الاستوديو صار مسرح. يعني ما أقول لكم مسرح. الاستوديو زحمة. يعطيك العافية محمد. في واحد من المعجبين الصراحة سمعنا شيء نبغى نسمعك إياه وقال لازم تسمعونا بلقيس على الهوى، فاسمعي وقولي لنا هذا صوت مين. يوه يوه. نفس صوت بلقيس. ايش رايك؟ هذا انت يا بلقيس؟ والله شكيت. شكيت ان انت صح؟ هذا احد المعجبين، اسمه كان خالد، ومن كمان المعجبين بإذاعة الف الف ومن جمهورنا في بريطانيا. مقيم ودائما يسمع الف الف اف ام ودائما متابع لك. بس انا لي سؤال. كم شخص ضحك عليه في مكالمة التليفون؟ هذا من النوع اللي يسوي مقالب، ها بطايق شحن وكذا. انت كذاك عارفه الحركات هذه موجوده حتى في الامارات ولا بس عند انا ابن ديرتكم ترى اعرف كل شيء. نفس بس في السيستم هذا موجود يعني هناك يعني على الخفيف، بس هنا كثير اكثر. لا ما شاء الله عليه صوته رهيب في التقليد ولو مستقبل اذا يبغى يدخل في المجال ده، يعني لو مستقبل باهر. حلو، خلينا نروح الفاصل الاعلاني. بس قبل الفاصل بلقيس نباك تسمعينا شيء عشان نطلع على فاصل. ونذكر قبل ما نروح الفاصل وقبل كل شيء في أغنية كمان راح نسمعكم إياها بعد شوية جديدة. بس إيش حابة تسمعينا شيء؟ سمعينا شيء عربي، يعني شيء مصري مثلا، لبناني، إيش في شيء يخطر في بالك مصري؟ أشياء كثيرة. شيء الذكرى مثلا، كثير شبه صوتك بصوت ذكرى، حابين يسمعون الذكرى. لأنه أنا ما أحب التشبيه، لأنه ذكرى لن تتكرر زي فيروز كده، كل واحدة لها بصمتها، ما في أحد خليفة أحد، يعني هذه فكرتي. ذكرى. كنقول نسم علينا الهوى. نسم علينا الهوى. يلا. ونسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خ
تاخذني على بلادي. يا هوا يا هوا يلي طاير بالهوا في منطورة طاقة وصورة خدني لعندن. يا هوا فزعني يا قلبي تكبر فينا الغربي ما تعرفني بلادي خدني خدني وخدني على بلادي. الله 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 الله. معكم من جديد في استوديو سلاطين على ألف ألف أف أم، معكم سلطان عبد المحسن وضيفتنا بلقيس أحمد فتحي، ومستمرين جالسين نمدد كل شيء والوقت زيادة. نقول بلقيس خلاص نمشي، تقول لا أبغى أجلس مبسوطة. صح و... هو أنا هو أنا. طيب بس على السريع خلونا أقولكم بأن إذاعة ألف ألف أف أم تحتفل بالتعاون مع إقرأ الإعلامية القابضة مساء الغد إن شاء الله بالدكتور رياض بن كمال نجم، وذلك لتعيين رئيس للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ورح يقام الحفل بفندق روزوود بجدة بحضور عدة قيادات إعلامية. حنا من ألف ألف أف أم مبارك لمعالي الدكتور رياض بن كمال نجم، ويمكن الرجل المناسب في المكان المناسب، وكلنا نتمنى له كل الخير، وإن شاء الله بكرة رح نكون في هذه الاحتفالية المميزة في فندق الروزوود. 02-61-61-100 اللي حاب يكلمنا، و 01-217-85-85 في مطالبات بأغنية لعبد المجيد عبد الله. بعد ما ناخذ الاتصال، مين معانا ومن وين؟ الو، مين معانا ومن وين؟ معك هند من جده. هلا فيك يا هند، سؤالك على السريع البلقيس. لا انا بس بسلم عليها، كيفك بلقيس؟ اهلين حبيبتي، كيفك؟ الحمد لله بخير، كيفك؟ انا كويسه، دامك طيبه الحمد لله. والله انا المعجبين فيك كثير واحبك كثير وحبيلك وانا اكثر. شكرا لك يا هند. ايش تسمعين لعبد المجيد عبد الله؟ في كيكة انشهرت غنيت فيها موت وميلاد، سألتهم قلت لهم خمن الأغنية. طب شيء كمان ثاني لعبد المجيد، موت وميلاد غنيتيها في كيك. ايوه جمهورك يبغى يسمع شيء جديد. غنيت كيف اسيبك كمان كيك، ترى انا من عشاق عبد المجيد. غني شو اسمها، شو اسمها هذيك غني وبعدين اتذكر. هو ترى له اغاني كثير. غني ذكروني غني. عطوني كده. انا ماني قادر اتذكر. ايش حابين تسمعوا لعبد المجيد؟ لا ايش من جد ذوق ايش قال؟ يعني ذوق ما اعرف يا طيب القلب. ترى حلوه على فكره، طيب القلب مره يعني مره من الاغاني اللي ما بتموت. لا والله نجد من سمعتي ايش ايش قالوا له؟ ايش قالوا له؟ طيب اوكي طيب نسمع ايش؟ انت اختاري شيء. الكلمه اللي قلتها لا 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 على تحت الهواء هذه نسمع. طيب نضغط الزر وال وما حد يسمع. طب معانا زميلنا طراد سندي، اهلا وسهلا فيك طراد. كيفك يا طراد؟ السلام عليكم. انتوا كلكم مشهورين في تويتر وكيك وكذا، احنا لنا الله احنا لنا الله ومتابعين كل يوم، يعني احنا ما عندنا جمهور وكل يوم انفولو. بس بدخولي احب اسلم على المستمعين واسلم على بلقيس. اهلا طراد، الله يسلمك. حياك الله في الف الف وفي جده تحديدا. الله يسلمك يا رب. سعيد والله جدا بحضوري وما بحضورك. ايوه بحضوري معاكم، يعني تنويرك تنويرك للمكان. يلا لا انا ابغاك تغني شيء مع بلقيس. كنت بفكر ايوه لسه بقول. ها استاذنك انت عارف، بالعكس انا اتشرف اغني مع طراد. بس الله يسلمك. بس في اغاني كثير لعبد المجيد يعني الان، انا انت بتتكلم معنا، ابحث الان على الانترنت كثير ما يحضرنا شيء دحين. طب ايش ما شرف في الانترنت قاعد ندور انسان اكثر. في ولا تسوى تعرفيها بلقيس؟ اي طبعا ولا تسوى. بس حافظتها ولا يا حس بخاطري. يلا كيف الطبقه انت قول انا دندن معك. ولا تسوى حياتي بعد منك يا حز بخاطري ان شاء الله الحال انك قدرت تعيش نا ما حصل شيء وانا توي أنا توي بنفس السالفة أنا توي بنفس السالفة.
الله الله عليكم. الله 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 الله. والله صراحة يشرفني أنا. شوفي أول حضور أول ظهور مع سلطان افتكر قبل سنة تقريبا. أول شيء ما شاء الله تبارك الله أجي في شخصيتك هو ثقافتك. يعني كثير من الفنانين يعني يظهروا وعندهم يعني عندهم حضور زي كذا، لكن الثقافة كانت جدا مهمة، فهذا أكثر شيء لفتني. شخصيتك ما شاء الله عليك، الله يوفقك يا رب، وفي حضور والدتك كمان أقول الله يحفظ لك إياها ما شاء الله تبارك الله، ويوفقك دائما وأبدا. خمسة جنيه عشان العمل ده، هندسة الصوت مسكت الموضوع يعني تعب صراحة عشان أوزن الصوت ما شاء الله عليك وكذا، تعبت يعني. يعطيك العافية سلطان، يعطيك العافية. الله يسعدكم، أنا أستاذن أقول لكم يعطيكم العافية، خليك معنا شوية يا طراد. الله يسعدكم العافية. يلا ناخذ اتصالات من جديد. شكرا يا طراد، يعطيك العافية. ألو، مين معنا ومن وين؟ مين معانا ومن وين؟ السلام عليكم. هلا فيك، مين معانا ومن وين؟ معك حامد من السلام. معليش يا حامد ماني سامعك. الو، راح الخط. طيب ناخذ اتصال ثاني. الو، مين معانا ومن وين؟ وعليكم السلام. عبد المجيد الزهراني من جدة. هلا فيك عبد المجيد، تفضل. حاب تسأل بلقيس اي سؤال؟ اي نعم، احب اهنيها على الاداء الرائع والجميل. خليك يا رب، وانطلقي وواصلي عطائك، وشكرا. شكرا لك. شكرا. يلا اتصال بعد. احنا حابين اكبر عدد من الجمهور يكلم بلقيس لانهم هم اللي يبغون يكلمونها يمكن، ويبغون يسالونها اسئله. مين معانا؟ الو السلام. هلا فيكي، مين معانا من وين؟ معك فاطمه من الكويت. هلا فيكي يا فاطمه. اهلا اهلا. شلونك بلقيس؟ هلا حبيبتي، طيبه دامك طيبه. انا اللي اسمي بلقيس في تويتر. اهلا اهلا. هلا حبيبتي بلقيس. فاطمة بعد واحدة من الناس اللي كثير نشيطين على تويتر. أحبك والله حبيبتي، أنا أحبك أكثر. أزين ذي الكلمة، يزينها يزينها منك. تسلمي يا حياتي. شكرا يا فاطمة، يعطيك العافية. مين معانا ومن وين؟ ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. سارة من جدة. هلا فيك يا سارة، تفضلي سؤالك البلقيس. السلام عليكم. اهلا اهلا ساره، وعليك السلام. الله يسلمك حبيبتي، والله مبسوطه لاني اخيرا سمعت صوتك وقدرت اكلمكي. يا حبي لك، تسلمي ساره، شكرا لك. بس حبيت اتصل واسلم عليكي وهدي تحياتي لاخواتي ريم واسمه وابوي الله يحفظه اللي يحبه كثير كثير. شكرا لك، يعطيك العافيه، خلي لك اياه يا رب. ملو ملو. هلا فيك، مين معانا ومن وين؟ مجاهد سعد من مكة. هلا فيك يا مجاهد، حاب تسأل بلقيس أي سؤال؟ أحييها وأقول لها إنه ستصبح من الفنانات الكبار في الفنين. يا رب الله الله يسمع منك. شكرا لك. شكرا يا مجاهد. بلقيس خليني أسألك شوية أسئلة. تفضل. عامة. كويس. نعم. يلا أول سؤال، إيش أحلى فيلم قد شفتيه أو أحلى أفلام قد شفتيها؟ ايش نوع الافلام اللي تحبينها قبل ما تقولين الفيلم؟ انا احب الافلام الدراما اكثر شيء، واحب الكلاسيك. الكلاسيك زي في فيلم مثلا، افلام اللي هي تتحكي تاريخ القديم القرن الثامن عشر والتاسع عشر، هذه ابدا ما اتفرج عليها. لا انا احبها كثير، انا الازياء والموسيقى والقصص حقتها مره راقيه يعني. اوكي. اللي فساتين منفوشه يلبسون. ايوه. شعرهم كذا ملولو كذا. إيه. كيرلي ومرتب كذا ملولو. والله من زمان ما سمعت الكلمه هذه. ايوه ذاك سمعتها. طيب كويس يعني. جيتنا جات فايده عليك سلطان. ذكرتيني بكلمه ما قد سمعتها من زمان. يعني تذكر الاعلان اللي كان شعر كذا، واحد شعره كذا ملفلف، وبعدين بعدين يجيبوا له كريم، ما ادري ايش كان الكريم، ويصير ناعم الكريم. كان يجيبوه في السعوديه، كان في رمضان يطلع، ما تتذكرهم؟ كان يشطح شطحات تمشي علينا. طيب حلو، قولي لي ايش نوع الافلام اللي تحبينها؟ زي ما قلت لك الكلاسيك والدراما هي اكثر شيء. ايش اكثر فيلم كذا تحبينه؟ جل تايتانيك جوه كذا. في عندك برايد اند بريجيدس مثلا، واحده من الافلام اللي معلقه معايا كثير، رغم انه الفيلم قديم وجاء منه اجزاء كثيره. انا واحده من عشاق الفن الهندي كمان على فكره، رغم اني ما بفهم عليهم. بس في عندك فيلم ديف داس وفي دلسي، هذه من اكثر الافلام اللي ولا فيلم اعرفه هندي مو بالضروره يعني. من الافلام الاجنبيه في كثير يعني، في مثلا امريكان بيوتي، واحده كمان من الافلام الحلوه اللي اخذت اوسكارات كثير. ايوه يعني مثلا يعني كده. حلو، هذا بالنسبه للافلام. تكلم عن ننتقل من الافلام الى المطربين. مين مطربك المفضل ومطربتك المفضله؟ ما عندي حد معين، بس في عرب واجانب. ايوه في يعني انا مثلا من الاجانب احب أديل. احبها مره أديل، سمعتك رهيبة. اكثر من مره تغني لها، انا ابغاك تسمعي لنا شيء أديل. اي اطلع لك الليركس دحين. طيب يلا.
أونلاين، أحب أديل، أحب سيلين ديون، هذول الناس أصواتهم قوية. كريستينا أجيليرا يمكن أنا فسرت لناس كثير ليش كريستينا ما عادلت إمبراطوريتها إمبراطورية أديل، رغم أنه أديل جات بعدها، بس صوتها مرة قوي يعني، هذا الشيء ما نقدر ننكره. بالنسبة للعرب مثلا حب صابر الرباعي صوته يأسرني، فضل شاكر كانت حنية صوته جميلة جدا، من الناس اللي أحبهم كثير. طبعا أحب نوال الكويتية، أحب أسمع لها يعني كذا توليفة، في أحد معين بس اللي صوته جبار أحب أسمع له. عبد المجيد عبد الله فناني مفضل طبعا، فنان العرب محمد عبده. ننتقل من الأفلام والأغاني للمسلسلات، إيش المسلسلات التابعينها؟ شكلك من نوع غوسب جيرلز و شكلي يعطي يعني ما أدري كذا أن OMG وكذا وكذا إيه غوسبز وكذا OMG إيش المسلسلات تشوفينها؟ والله شوف أنا وقتي مرة ضيق. تابعين مسلسلات تركية ولا شيء؟ كنت فترة تابع فاطمة، عجبتني القصة لأنه غريبة الشكل، بس بعدين مع كثرة الانشغال بطلت أتابع. الوالدة تتابع مسلسلات؟ أمي كانت تابع مسلسلاتي بس إيش؟ كمان دحين مع حريم السلطان خلص. حريم السلطان أكثر مسلسل كانت تابع فيه. حلو. طيب ممتاز كذا. طيب نسألك عن ننتقل من هذا إلى السفر والبلدان الغريبة، إيش البلد اللي نفسك تسافرينها؟ كثير بلدان يعني يعني أنا واحدة من شوفي كان عندنا موضوع قبل كم يوم إن لو أعطوك طيارة خاصة وفيها مقعدين فين تسافرين ومين تاخذين معاكي وليش؟ طبعا انت ما اتوقع تاخذي امك معاكي. ليش هي اللي ما راح تروح؟ بالعكس هي احق الناس بالراحه بالضبط يعني، من كتر ما شاء الله ما تتعب معايا. لا اقصد يعني تبغى ترتاح يعني ما فيها تسافر خلاص ما تبغى تركب لا طيارة. مسكينه بالعكس امي من الناس اللي بتحمس المغامرات والبلدان الجديده وتحب تجرب اشياء وتمشي وتتجرب وتاكل وتسوي كل شيء. كويس يعني من الناس اللي ما تملهم. اللي في السفر ما يجلس يقول لا خلاص تعبانه ما فيني امشي وتعبانه وخلاص انام ما شاء الله تبارك الله. هي وبابا الاثنين من النوع اللي يحبوا المغامرات يعني توديهم اي مكان ممكن. وكيف ما ورثت الموضوع هذا منهم يا بلقيس؟ سلطان اقوم اخرج انا اني الحلقه انا هنيها. لا لا قولي لنا فين راح تسافري؟ فين راح تاخذي مين الشخصين دول وفين راح تاخذيهم؟ غير والدتك، خلي والدتك عليك، خلي نشوف احد غير والدتك. مين حاخذ؟ ايش السؤال الحساس؟ طيب عادي في فيز عندي جواز. شكرا. الشخص الثاني مين؟ لا لا غيري اختاري يعني من جد. فين راح تروحي؟ فين حابة تروحي؟ يعني لو أعطيتك اليوم التذكرة على فين رايحة؟ هو شخص واحد يعني أنا متعودة أروح مع أمي، إذا مو أمي أكيد حيكون زوجي المستقبلي، أحب أجرب معاه شيء جديد. صفقوا لها يا جماعة. طيب نفسي وعلى فين وعلى فين رايحة؟ صفقوا لها وتحلى الصفقة. وعلى فين وعلى فين وعلى فين رايحة؟ وفين حتروحي؟ حنروح على بلد أنا وهو ما رحنا عليه. يعني زي إيش نفسك تروحي؟ فين نفسك تروحي؟ ممكن نروح على جنيف مثلا. ممكن نروح على موريشيوس، مالديفز، هذه بلدان حلوة يطرح لها فيها مغامرات. حقت حبيبة ذي وحقت زواج وكذا. يوه لا لا ما دخل الموضوع. ما يعني دخل الموضوع. في بلد مرة ممكن أروح معه. نيويورك. رحت أمريكا؟ ما قد رحت أمريكا بس أنا مرة صغيرة يعني. بس ممكن أجرب أروح نيويورك أو لاس فيغاس. حلوة لاس فيغاس حلوة. يقولون حلوة. حقت كابل. يقولون حلوة لاس فيغاس يقولون صراحة. What happens in Las Vegas stays in Las Vegas. السلطة in Vegas على طول على طول. حلو. طيب هذه الدول اللي عرفنا اللي تبغين تروحينها، إيش أكثر صفة تكرهينها في نفسك يا بلقيس؟ أنت أنا عارف إن أنت خلاص وصلتي لمرحلة التعب اللي أنت ممكن تقولي كل شيء. ممكن تقولي أسرار بيتكم. لا لا لا. إيش أكثر شيء عيب فيك ما تحبينه أبدا تكرهين نفسك فيه؟ كنت بس مو دحين خلاص الوضع تغير. سهلة تستفزني سهل جدا كان أي أبو اللي يرفع حواجبه لك تستفزك أو يطلع لسانه. لا لا أبو تقول لي كلمتين أولع أشب على طول فيك. لكن الآن خلاص إيش في صفة سيئة لا تزال معاكي؟ فوضى. الفوضى شوية فوضوية. وأحسن صفاتك؟ الصبر. مرة صبور. أمك تقول كذا تسوي يعني لا صبر مصبورة والله تستحمل. أيوة شوف بتقول طبعا لك أيوة. أكيد تمدحي بنتك. لا يعني لا لا حرام لا شو تقول تتأشر لك على الله فوق يعني إنه لا وحق الله إنه البنت مرة صبورة. لا أنا صبورة جدا جدا. إيش صفات فارس أحلامك الجاي؟ في ناس كثير تحط
اسمه سلطان قوانين وشروط. بس لما تيجي تتزوج تكتشف اي لا لا الاحلام الاحلام انا ما حقول لك ابغى يكون عنده فلوس وشهادته دكتوراه والكلام الفاضي هذا الكليشيه انا بسميه. انا اهم شيء عندي يكون شخص او شيء ابن عائله مره يعني ومحترم جدا نفسه يحترم نفسه قبل ما يحترم الناس. معاملته مع الحيوانات افضل قبل ما تكون معاملته مع الناس معاملته مع الحيوان كويسه. هذه شيء مره مهم. عارف الشخص اللي بيعرف يتعامل مع حيوان بطريق برفق ويتعامل مع ناس برفق هذا انسان مترفق فيني. احب انه يكون يحفظ غيابي قبل حضوري. مره مهم الشيء ده. يحفظني في غيابي قبل حضوري. يعني لما تكوني ما انت موجوده قدامه يكون طول الوقت انت هاجسه. ما بالضروره اكون هاجسه بس على الاقل يبقى احترامي. حلو. ايش اسماء عيالك في المستقبل؟ الولد احمد على اسم ابوي. ايوه. والبنت؟ على ما هو يريد. والبنت ما عندك اسم بنت؟ لا اللي هو يبغى. يعني من صغر الواحد يكون كذا نفسي اسم ولد يكون مدري ايش وبنتي اسمها مدري ايش. اسم بنت ما عندك؟ لا بس اسم الولد ابغى يكون احمد ان شاء الله. هذا اهم شيء بالنسبه لك. والولد الثاني؟ سلطان. من جد شوف سبحان الله يعني انا ما كنت حاسس انه ممكن تقول. شكرا للجمهور اللي معانا, شكرا للفرقه الموسيقيه بقياده مايسترو فراس يغمور اللي قاعد بكره عنده برنامج في الصباح. طيب اخر 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 شيء بنتكلم فيه. أيوة, اخر شيء اخر شيء ايش حابه تقولين للجمهور الجلسي اليوم يسمعك؟ انا عارف ان هذه الكلمه دائما معتاده ومعروفه بس في ناس من جد مره يحبون بلقيس, مغيرين صورهم في التويتر في الفيسبوك. اول شيء كنت متوقع ان انت راح توصل للشهره زي كذا ان انت صورك كثير محطوطه في جوالاتهم في في تويتر في فتره تعتبر نوعا ما قصيره يعني خلال سنتين كنت متوقع لا بس على اللي انت شايفه او الناس تشوفه انا لسه اشوف انه هذا ولا شيء. عارف يعني انا دائما ايش رسالتك؟ انا مش تحب تقولي قليله بعين نفسي ما ادري ليش. مهما كان الشيء كويس في نظر هذا الناس هذا تواضع يعني هذا يدل على التواضع. لا مو تواضع بس ربما طموح. يمكن انا تربيت على يد امراه ما ترضى كانت أنقص نص درجة زي الدوافير اللي جالسين في أول الصفوف. ترى بلقيس يا جماعة دافورة مرة يعني من نوع انت إيش ما شاء الله مخلصة ماستر عندي ماستر استراتيجيك ماركتينج. تسويق استراتيجي. حلو. يعني إيش تسوون تسويق استراتيجي؟ يعني تاخذون مثلا قارورة الماء تعمل تحليل كامل لوضعك أو وضع البرودكت أو وضع فادك دراستك في شغل جدا أيه. كل شيء بيطبق من الدراسة اللي درستها. حلو. خلنا نرجع للرسالة اللي حابة تقولينها لكل اللي يحبونك. أنا هدول يعني كلمات ما توفيهم. يعني إيش ما لو شفتهم يمكن أضمهم. تضايق لما يسلموا عليك يتصوروا معاك؟ لا أبدا. دم ما في كثير من الفنانين ما يقدر يرد على كل الناس الفولورز. إيش تقولي لهم اللي ما تقدر ترد عليهم؟ أنا أقول لهم سامحوني وأنا آسفة يعني ما أقدر أرد على واحد واحد. بس تجي علي أحيان يعني أنا واحدة من الناس اللي مرة شفافين. أنا تجي علي فصلات حتى مسميتها الفصلة البلقسية في تويتر. وأنت أكثر واحد يرد علي وأكثر واحد أرد عليه. شفافة جدا مع الناس. أحب أمزح معاهم. على فكرة أنا في أحلك الظروف ما وقف معاي إلا هم. أنا قربتهم علي في حياتي يمكن قربتهم أكثر من اللزوم. وهذا الشيء ناس كثير قالوا لي حيضرك بس لا أنا ما ضرني الشيء ده. في أحلك ظروفي ما وقف معاي إلا هم في أكثر اللحظات. أنت عارف دحين جات كم مكالمة مستفزة ربما بس ما استفزني. عارف ليش؟ أنه كاتبين لي على البلاك بيري وراسلين لي مسجات خاصة. لا تخلي أحد يستفزك حنا مرة نحبك. إيش في أكثر من كده؟ طب إيش تحب تقولي للي ما يحبوك؟ لا تحبوني. المحبة من الله. ما ينجبر قلب على قلب. بس صفقة يا جماعة. صفقة يا جماعة. حسيت نفسي بصفقة. كملي باقي القصيدة يعني حسيتها بعد شوية تكمل القصيدة يعني. لا من جد ما ينجبر قلب على قلب. ما في داعي. أنا إنسانة اشتغلت على نفسي تعبت على نفسي كثير وطلعت من بيت مرة متربي يعني الحمد لله. وزي ما أنا نفسي في ناس ما استسيغهم شيء طبيعي. يجي ناس ما يستسيغوني ده شيء يحق لهم بالعكس. حلو. وأنا ما حشتغل إنه أغير نظرة أي أحد. هذه أنا زي ما أنا من عرفتوني من أول ما طلعت لحد آخر يوم موجودة في على الكرة الأرضية. أنا متسامحة مع الجميع. أنا أحب الناس اللي ما يحبني أنا أحبه. أنا عادي ما عندي مشكلة. ما في كراهية بغضاء من غير سبب. أنا ما عندي سبب أكرهك. عادي عندي. حلو. جميل جدا بلقيس. يعني والله عندنا مليار سؤال ومليار اتصال لسه. شوفي أنت شايفة الخط قدامك شايفة كيف منور كله شايفة يعني في كثير راح يزعلون مننا نحن ما راح نكمل بس للأسف يعني وقتنا من جد خلص. من أول عماد دي جي أخذنا عليه 45 دقيقة من وقته كله. كان خمس دقائق بعدين ربع ساعة بعدين نص ساعة بعدين صارت 45 دقيقة. من جد نورتينا وبسطتينا كثير يا بلقيس. العشاء فين؟ وألف ألف بيتك.
العشاء فين؟ العشاء العشاء جاهز أظن. العشاء العشاء جاهز. من جد أنتوا جعانين. نوجه لك أكبر تحية بلقيس، وشكر لك نورتينا في إذاعة ألف ألف. فمو نعرف إن وقتك، وعلى فكرة يا جماعة يعني بلقيس جات من المطار على ألف ألف على طول، حتى ما راحت نزلت لا في الفندق ولا نزلت عفشة، هي والدتها الله يعطيها العافية كمان معاه، وجايين من سفر يعني تعرفون طريق السفر كمان. كم ساعة كنتوا؟ ثلاث ساعات تقريبا، ساعتين ونص ثلاث ساعات. يعني الله يعطيك العافية بلقيس، ونشكرك كثير على إنك خصيتينا بذا اللقاء وبذي الزيارة، وإن شاء الله تتكرر قريب الجدة ولذا ألف ألف. سلطان، ما بين المحبة شكر، وما بين الأهل كمان حاجات زي كده، هذه رسميات أنا بسميها. أنا بنت إذاعة ألف ألف، أنا من أول مرة طلعت فيها كانت الإذاعة معرفتي فيها وثيقة، وعملوني زي ما كنا بنتهم قبل ما كنا أي شيء ثاني. أنا حاسة نفسي في البيت يعني، وبأتكلم بكل شفافية وكل صراحة معاك. أنا حابة أشكر المملكة العربية السعودية من شرقها شمالها وجنوبها وغربها، كل مناطقها، على حسن الاستقبال. في كل مرة أدخل المملكة أحس أنا قايلة ذا الكلام وأرجع أقوله، أنا أحس نفسي بنت الديرة، ما أحس نفسي واحدة جاية من مكان مختلف. أشكر الإذاعة القائمين عليها، وأشكر مدينة جدة وأهلها، أشكر الرياض وأهلها والقصيم وكل مكان استقبلوني فيه، وأهل الشرقية كمان. وأنا إن شاء الله يعني بكم أرتقي وعلشانكم أشتغل، وأنا بنتكم في الأول وفي الأخير، وإن شاء الله أظل كده على طول. وتسلموا وتصبحوا على ألف خير. شكرا يا بلقيس. نواكي تختمين حلقتنا شيء الذكرى. إيش الذكرى؟ الوالدة هي اللي طالبة. الله اللي ورطتني. إيش كانت الأغنية بس؟ إيش كانت الأغنية الذكرى؟ ما فيني شيء، ما فيني شيء، ما فيني شيء. الوالدة حابة تسمع ما فيني شيء. فيني شيء ولا إلين اليوم؟ الاثنين ورانا شيء. أنت اللي بتغني مو إحنا. إحنا على العموم يعني بلقيس حتكون نهاية اتفضلي. غني يا بلقيس بس نختم. انتوا تورطوني على الهواء، ارجع اطلع على الكلمات. اغني معاكي ما فيني شيء. ايش رايك نغني دويتو يا بلقيس؟ فكري في الموضوع. يلا سلطان، سلطان ما فيني شيء. ساتر، بحاول يعني اجيب الطبقه. ما فيني شيء حبيبي، لا لا تقلق علي، جرح في طرف إصبعي بيطيب يمكن يختفي. غني معي. لما يدك تلمس إيدي، لما يدك تلمس إيدي. الله. الحين الأغنية الثانية برضو. على طول شوف الطمع. إيش كانت الأغنية الثانية؟ إلين اليوم. إلين اليوم. وأنا عندي أمل فيكم إلين اليوم، وقلبي دقته أسرع إلين اليوم، وردي بالندى الدمع إلين اليوم، وقلبي دقته أسرع إلين اليوم، وردي بالندى يدمع، ولا أدري الندى من وين من وين، يمكن مثلي يرجيهم إلين اليوم، إلين اليوم. وأنا عندي أمل فيهم ولا مريم، ولا مريم إلا في تحريهم. الله الله الله، يعطيك العافية بلقيس. بنختم برضو بجزء من أغنية مجنون، أقل من دقيقة بنسمعها، خلي الناس ينبسطون اليوم فيها. ألف شكر لك يا بلقيس، ونتمنى لك التوفيق في ألبومك الجاي، وإحنا إن شاء الله بكرة نلتقي في حلقة جديدة من استوديو السلاطين من الساعة 7 للساعة 10. بس بكرة ما رح تكون معنا بلقيس، يعني على حسب، ممكن تجين بكرة، الله أعلم. بكرة مشغولة. نشوف إن شاء الله خير. الله يسلم. يعطيك العافية، شكرا لك يا بلقيس، ونختم حلقتنا بجزء من أغنية مجنون جديد بلقيس، بس على ألف ألف أف أم. يا عيني، شكرا لك يا بلقيس، تصبحين على خير.